لا لا، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. تمام كده، نستأنف إن شاء الله، نستأنف المعركة إن شاء الله. ماشي، إيه بتحكي عن المعركة ولا إيه؟ هنكمل ان شاء الله، هنكمل. احنا وصلنا لموضوع التاكي كارديا والبرادي كارديا. هي بس الدكتورة بتقول لنا انه في فرق بين ترياج الامرجنسي او ترياج الحوادث يعني، وعندنا في الرعايات في فرق يعني. احنا عيان البرادي كارديا اللي اتكلمنا عليه ده مش هنرميه يعني، تمام؟ بس ايه، انا كنت بسأل مين لي سؤال في ترياج الحوادث، الازمات والكوارث، المصايب يعني، تمام؟ فاحنا انا كنت بسال مين لي السؤال في الحته دي، علشان نقول حته الريفرسبل شوك، تمام؟ ونقول معاها حته دي كومبنسيشن، ونقول معاها ان احنا ازاي نعمل اصلا التراج. ده موضوع كبير، ان احنا ازاي بس ايه نكنترول شغلنا يعني، ما بقاش بشتغل كده بهزر زي كل حاجه في اي حاجه، فنبقى احنا ايه بس منظمين في فكرنا. ونقول حته التاكي كارديا نلفت النظر ليها ان هي مهمه علشان خاطر الهارت فيلر اللي اكسبكتد ان هو يحصل للعيان، تمام؟ وان احنا بن جو اجينست الهارت فيلر ده بان احنا نزود ميلي جرعات الايس، وساعات بنزود معاها جرعات مين السبايرونولاكتون، بنحطه يعني حتى لو العيان لسه مش ايديميتاس ولا حاجه، بنحط برضو السبايرونولاكتون لان هو بيشتغل بنفس طريقه الايس، وبيساعدنا برضو في انه يقلل الريمودلنج ويحسن الكاردياك كونتراكتيليتي. البرادي كارديا خلاص بقى خلصنا الموضوع. احنا قلنا هنتكلم دلوقتي عن مين؟ عن الريت كنترول في عيانين ايه؟ الاكيوكراني سندروم، عن مين؟ عن الريت كنترول، صح؟ زي ما قلنا امبارح الريت كنترول في الاي اف، وقلنا اللي احنا لينا تارجت في العيانين دول. النهارده برضو احنا لينا تارجت في الهارت ريت بتاع العيان الاسكيميك. العين الاسكيمي، ها؟ بس هو بينشف من الهواء. معاك قلم كمان؟ لا ده انت كده بصراحة عامل معانا شغل يا ده، جايب لنا كتر خيرك والله. كتر خيرك والله. عيانين ايه الاسكيمي؟ احنا بنتكلم عن الهارت ريت تارجت. حد يعرف التارجت بتاعنا كام في عين الهارت ريت غير بتوع الكارديولوجي بقى ما يقولوش، لا حضرتك ولا الدكتور؟ حد يعرف احنا الهارت ريت التارجت هارت ريت بتاعنا كام في عين اسكيميك؟ قول 60 70. ماشي، طيب احنا بنقسمهم برضو. العيان لو هو قاعد اتريست كده وبيعمل مايلد ايفورت، على فكره الكلام لوحده مودريت ايفورت يعني، بنتكلم عادي كده كلام سهريتنا مع بعض، دي مودريت ايفورت. المايلد ايفورت ده اللي هو العيان اللي قاعد ايه، قاعد ما بيعملش حاجه، قاعد بيشرب شاي، قاعد في البلكونه شويه، طلع دور واحد سلم براحته، تمام؟ ده اسمه مايلد ايفورت. فالعيان وهو قاعد كده في المايلد ايفورت بتاعه ما يزيدش عن 60 يعني. عيننا في الرعايه اللي هو قاعد على السرير في الرعايه واحنا بنعالجه من اسكيميك هارت ديزيز، لو احنا عاملينه كويس ويل كنترولد ويز بيتا بلوكرز، يبقى ما يزيدش عن كام؟ عن 60 بير مينت. ده عيان مين؟ المايلد ايفورت. ماشي؟ عين المودريت ايفورت ما يزيدش عن 70، تمام؟ عيان الماكسيمم ايفورت السيفير 80 اللي بالكتير 90، بس هو حتى الكتاب يكتب 80، يبقى 80 الى 90، تمام؟ يعني لو انا حد عنده اسكيميك هارت ديزيز وباخد بيتا بلوكرز طلع 3 ادوار مره واحده، ماشي، يبقى لازم نهايه الدور الثالث نحط ايدنا على البلس ما نزيدش عن 80 85، ده يبقى اسم العيان كده والبيتا بلوكد. ده كده العيان كنترولد. ليه؟ لان التاكي كارديا نفسها بتدخل النورمال هارت في ستيت اوف اسكيميا، سموها ريلاتيف اسكيميا. كلنا لو زي ما انا مثلا كده دلوقتي اشتغلنا شويه، عملنا شويه، جرينا كذا،
حصل لنا شويه تاكي كارديا بتدخل لنا في ستيت اوف ريلاتيف اسكيميا، الديماند بتاعي اعلى من ايه من المتاح، فدي اسمها اسكيميا. فده في النورمال، فما بالك في الاب نورمال، العيان اللي اساسا عنده اكيد كوروناري سيندروم، اللي عنده ستينوزيس. فاحنا عايزين نظبطه على الارقام دي. ده التارجت هارت ريت بتاعنا ات ريست ب 60، على المودريت ايفورت ب 70، على السيفير ايفورت من 80 ل 90 بالعافيه، بس ما يجيبش الميات، يعني 80 85 حلوه قوي. يبقى العيان كده اسمه ايه؟ ويل بيتا بلوكد. عندنا بروتوكول اقول لك انا ازاي اعرف ان انا عياني كده ويل بيتا بلوكد ولا لا واحنا في الرعايه. في بروتوكول كده كنا بنعمله في الام اي، ما اعرفش انتوا بتعملوه دلوقتي ولا ايه الاخبار، ان احنا العيان بنقعده في السرير كامل مرتاح تماما، حتى الحمام لا، في تمام، ايه مده 3 ايام الاولى اللي هي الثلاث ايام الريتابيليتي الاولى. بعد الثلاث ايام بنبدا نحرك العيان، هيبدا يتحرك اهو، بيتحرك على كرسي، يروح الحمام بنقعده على الكرسي. احنا كنا بنعمل الكلام ده في بنسوفي العام، تمام، وكانت مستشفى يعني كانت زباله وقتها، دلوقتي صرح ما شاء الله وفيها قسطره وفيها اي بي اس وفيها حاجات رائعه جدا. الكلام ده من 7 سنين بالظبط. كنا بندخل العيان على كرسي بعجل يدخل الحمام. ليه بقى؟ لانه مجرد ان هو يمشي ويعمل ايفورت كان بيدخله في سيفير اسكيميا، وفي عيان كان بيجي لهم فيتاك عشان راح الحمام ماشي على رجليه بيجي له فيتاك. بعد كده بنقعده يوم على موضوع الكرسي ده، بعدها بيوم نبدا نحركه ايه على رجليه يتمشى. قبل ما نروح العيان لازم نتاكد ان هو بيقوم من على السرير يمشي في الرعايه، بيروح الحمام وبيرجع على رجليه بدون مشاكل. ايه هي المشاكل اللي بتحصل؟ حاجتين، يا اما بيجي له سيفير تاكي كارديا، او بيجي له تشيست بين، او بيجي له ايه اورثوستاتيك هايبوتنشن. صح. العيان اللي بياخد الايس انهيبيتورز من ضمن مشاكلها الاورثوستاتيك هايبوتنشن، اول ما العيان يقوم يقف يحصل له ايه سادن سيفير هايبوتنشن ويروح واقع. فاحنا علشان كده بنمشي العيان، يا ريت النظام ده نرجعه تاني، يعني اللي ما بيعملوش يعمله، لان ده تمام. هو ده كلام ايه؟ كلام الكتاب، وهو ده الصح. احنا ساعات بيبقى العيان خلاص وجميل، كنا قبل كده بنحاول على طول على اسم الباطنه. هو دكتور محمد مشي ولا ايه؟ مشي؟ طيب. كنا ساعات بنحاول على طول عيانينا على اسم، يعني قاعد عندنا 3-4 ايام نقوم محاولينه على اسم الباطنه يكمل الكورس بتاعه هناك. كان في نوعين من العيانين ثلاث انواع من العيانين بيتلخبطوا، عيان اكيوت كورونري سيندروم، وعيان الدي كي اي يطلع فوق يومين ينزل لنا بدي كي اي تاني، وعيان الهارت فيلير طلعناه بعد البلمونري ايديما واتظبط واتوضى بيرجع لنا بعد 3-4 ايام بلمونري ايديما برضه. ليه؟ عشان هم برضه كان الله في عونهم، يعني بصراحه الاقسام عندهم زحمه والدنيا زيطه واللود عليهم كبير، فما بيرعوش التكات دي مع العيانين. احنا عايزين ايه؟ لا، عشان كده عملنا فكره الانترميديت اي سي. عملنا هو بصراحه يعني انا رحت الرعايه العاجله دي بقالي 4 سنين، خدت منهم سنه اجازه كانت رجليا مكسره، بس ايه في الاربع سنين دي لما جه الدكتور شريف وديع بصراحه، يعني هو يعني ده مستشار وزير لشؤون الرعايه العاجله والطوارئ، الراجل ده استاذ رعايه عاجله في عين شمس، استاذ رعايه مركزه في عين شمس، تمام، وهو مسك الرعايه العاجله مستشار وزير ليها، فهو راجل فاهم ايه المطبخ ازاي والعيانين والبتاع، ما كانش قبل كده ده موجود. هو بصراحه عمل شويه حاجات حلوه كتير يعني في الـ في الـ في الرعايات، من ضمنها الانترميديت اي سي. احنا كنا بنشتكي ان احنا نطلع العيانين على اسم البطن عشان الاوفرلود اللي عندهم، فالعيان يتدهول، فعملنا الانترميديت اي سي. انترميديت اي سي دي هي اللي بنتابع فيها مين بقى عياننا. انت خلاص كنترول العيان في اول 48 ل 72 ساعه، بنحوله على الانترميديت عشان انا محتاجه سرير اي سي يو فبفضيها، واحول العيان ما دام ستيبل بحوله خلاص على الانترميديت، وايه ونشتغل معاه بالطريقه دي. لازم بنمونيتور العيان الاسكيميك، لازم نمونيتور الهارت ريت بتاعه افري داي، ولازم بعمل له طول ما هو قاعد عندي اي سي جي كل 12 ساعه، ده خلاص بعد ما استقر اي سي جي كل 12 ساعه صبح وليل، ده لازم، ولازم نبص عليه، يعني ما تشوفيش ان احنا عملناه وحطيناه في التذكره، بنبص عليه عشان نشوف الايفكت اوف بيتا بلوكرز، ونشوف الاريزميا، ونشوف الحاجات اللي العيان ممكن ايه يدخل فيها. فدي من الحاجات اللي ايه احنا بندور عليها. والله برضو يا جماعه انا عايزه نطلع بس بره الكلام ثواني كده، المجهود والايفورت اللي بتاع، انا لسه حد اول امبارح قال لي انت بتعملي ايفورت عالي جدا جدا في مقابل ما بتاخديش فلوس تقريبا، فليه؟
ربنا سبحانه وتعالى ايه بيديها في حاجات تانية. انا اخويا مثلا خد على غفله، انا عنده مزرعه دواجن، هو راجل مهندس ولا له في الدواجن ولا له في البطيخ ده، دخل شريك في مزرعه الدواجن ما اعرفش عنها اي حاجه، العامل بتاعهم بيتجوز واخد شهر اجازه، قام هو ايه رايح عشان ما لاقيش عمال. اكتشفنا بعد كده الموضوع عمال الدواجن دي حاجه صعبه يعني، اللي هم مش موجودين. فهو راح قعد في المزرعه هيطعموا الفراخ، جاب الدواء وراح فتح الكيس بتاع كبيره كده، فتح الكيس في البرميل، ولا حد قاعد معاه والمزرعه في الجبل ولا احنا عارفين ولا اي حاجه. خد الدواء اللي طالع بتاع اللي طالع ده هو شامه، راح واقع، فضل واقع كده كام 5 ساعات ونص محدش يعرف عنه حاجه، ولا احنا نعرف ولا مراته في البيت تعرف ولا اي حاجه. في واحد عايز طلبيه فراخ فبيكلمهم من الظهر، هو واقع الساعه 12، الراجل ده عايز الطلبيه من الساعه 12، يروح لشريكه بقى كان ابن عمنا عايز طلبيه، طب بعد العصر، طب بعد المغرب، طب المهم راحوا له امتى؟ بعد المغرب باكتر من ساعه، كان هو واقع بقاله 5 ساعات ونص. كلمونا طبعا سيانوس دي بقى وبتاع ودي، وما حدش يعرف في الجبل يعني ما تضمنش، كان ممكن اي حاجه بقى، عقارب، تعابين، اي حاجه. المهم هم راحوا عشان ياخدوا الفراخ، لقوا رائد مرمي على وشه ووشه قد كده وسيانوس والدنيا وحشه. كلموني بسرعه، احمد تعبان شويه، واحنا رايحين المستشفى تعبان شويه دي، على ما وصل المستشفى انا كان بيني وبينه ساعه وخمسه بالظبط، جرينا بالعربيه. كلمت انا كان الموجود حد من زمان كان مشرف الاي سي يو دي، كان مدرس في بني سويف، فكلمته قال لي بصي انا اسف اقول لك انه الجلسة كوما سكيل بتاعه اقل من 8، انا اسف. كان لسه متجوز بقاله 3 شهور، فجرينا طبعا وبتاع والدنيا دي، قعدنا عملنا كل حاجه، السي تي برين فري، الام ار اي فري، سي تي على الجسم كله كله، حتى الفيمر حتى بتاع فري، كل هدومه شفت جسم كله بنفسي على مطرح قرصة عضه اي حاجه فري، مفيش اي حاجه ولا تشست اي مشكله. قلت لهم خلاص احنا طبعا احنا ما احناش عارفين ايه اللي حصل له ده، احنا شايفين واحد وشه كان قد كده وازرق ومخنوق ومرمي وما احناش عارفين ايه اللي حصل. قلت لهم خلاص احنا كده غالبا بنتعامل مع سم وما احناش عارفين السم ده ايه، لا سم تعبان، سم عقرب، سم حاجه هو كلها الله اعلم، بس هو سم واحنا بنفايت اجينست ايت وما عندناش وقت. ادينا اتروبين في الساعه دي اباوت 30 امبول اتروبين علشان ناخد الريسبونس بتاعت الدايليتد فيكسد بيوبل والتاكي كارديا. حصلت التاكي كارديا وما حصلتش الدايليتد فيكسد بيوبل، يعني عبال ما وصلت له حتى مش دايليتد بيوبل، تمام؟ فاحنا مش عارفين احنا بنشتغل في ايه. دي كانت من ضمن الازمات اللي حصلت في حياتي، ومراتي تعيط واخواتي يعيطوا، بس ما يفعله الله سبحانه وتعالى احنا راضيين بيه. كله ده اتعمل، هننقله بقى من كنا في مركز الوسطى قول زي فارسكور مثلا، هننقله لدمياط مسافه 35 كيلو بالعربيه. وطلعنا بالعربيه مجهزه باي سي يو بفينت، وكان على فينت بقى وطيبنا وعملنا كل حاجه وساطر وبتاع ورايل وكله وغسيل معده كله، ونو ريسبونس نو ريسبونس. فازاي بقى واحنا ماشيين وجلسكم جه كام سكيل اقل من 8، فازاي واحنا ماشيين سواق الاسعاف ربنا يعمر بيته كالمطب والله كالمطب. فراح هو على الترولي اتهبل في المطب وراح مفتح عين بس، واحنا قعدنا اكتر من ساعتين عمالين نحاول بكل، ودينا مصل عقرب ومصل تعبان ودينا محاليله، وبقيت اجهز دم لان انا برضو بخاف من حته الميثيموجلوبينيميا والحاجات اللي احنا ما احناش عارفينها هي ايه. سحبنا معامل عملنا كل حاجه في ساعتين، اقل من ساعتين ونص، ونو ريسبونس. وجات الريسبونس على مطب السواق. فدي من ضمن الحاجات اللي ربنا بيدينا فيه، يعني احنا لو اجتهدنا مع العيان وعملنا اللي علينا ويعني وقلنا يا رب ساعدنا، ربنا مش شرط يديهالنا فلوس، ممكن يديهالنا ايه؟ ما عملنا بقى كل حاجه بقى بعد فك بقى وخلاص، وعرفنا هو لما فاق، هو طبعا فاق مذهول مش عارف ايه، خراطيم من كل حته، وانا فضلت ايه طبطب عليه، انا طب انت شايفني؟ انا مش عارفه هو اصلا شايفني ولا مش شايفني، طب بس لو شايفني بربش لي كده بعينك، اعمل لي كده. فراح اعمل لي كده، قلت له بس خلاص. قعدت انا بقى، كان معايا في الاسعاف واحد زميلنا جبته والله يعني التاني من بيته ونزلته، قعدت خلاص كلمتهم قلت لهم فاق. بعد ما رحنا بقى المستشفى وفاق قعد 5 ايام، هو ديس اورينتد خالص لانه مش فاهم ايه اللي حصل له،
بدأنا ايه نفهمه الدنيا وحصل كذا وكذا. قال لي انا اخر حاجة فاكرها ان الظهر قدم الساعة 12، بعد كده انا ما اعرفش ايه اللي حصل. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي لما حصلت معايا انا شخص، انا وانا رايحة في العربية انا كنت خلاص يعني احد بيقول لي اخوكي قال لي من جلسكو 8 وخلاص انا اسف، فانا رايحة على كده. فالحمد يعني دي من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه كرمنا فيها، ودي طبعا لا تقدر بفلوس. يعني في انا لما قعدت افكر طب هو احنا مثلا عملنا ايه كويس عشان ربنا يكرمنا كده، يمكن يكون عيان ساعدناه، يكون عيان عملنا له ويل كنترول، عيان ادينا له ماريفان صح، عيانة عملناها بحاجه كويسه، محاضره الرزق يعني. فكانت الحاجات دي انا بدي المحاضرات دي من وانا معايا الفيرست على فكره يعني، بس كنت بعملها كده يعني ودي بيني وبين صحابي. كنا نجيب الجماعه بتوع التامين زي هبه كده وبتوع العام، يوم الخميس نقعد في التامين ويوم الاحد نقعد في العام كده لحد ما نخلص المنهج كله. فيعني الحمد لله دي من ضمن الحاجات اللي ايه اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدينا فيها ولا تقدر بتمام. انا قعدت اتخيل ده لو مات مثلا ومراته دي كانت لسه متجوزه وحامل في بنته دلوقتي ما شاء الله 5 سنين اهي. فاحنا من ضمن يعني فعلا من الحاجات اللي انا دخلت كل نحمد الله ونسال الله القبول، انا دخلت كل مع ان انا يعني الحمد لله كنت شاطره جدا كارديولوجيست، كنت شاطره وكنت بشتغل، انا عامله 1000 حاله ستريس اي سي جي في 3 سنين وما كانش ليا سينيور علمني اي سي جي. ده بمناسبه الناس اللي عايزه تتعلم جهدوا، انتوا جهدوا، انا عامله 1000 حاله وانا لسه امتحن السكن ده قبل كمان ما نتيجه تبان. تمام. ف والحمد لله وكان بيراجع ورايا دكتور عصام بليغ اشتغل 15 حاله وابعت له الاي سي جيات بالميل يقول لي اوكي صح اتبعت. ف من ضمن الحاجات اللي هي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيساعدنا فيها. فيا ريت نخلي بالنا من التكات دي، لان الكير دي هي انت ممكن تدي ميديكيشنز صح وتعمل عياء كله صح وتقصر عينه وحاجه زي الفل والعين يموت منك تاني يوم لمجرد ان هو قام راح الحمام. وحصلت وكان عندنا عيانين بام اي الانتيريور بالذات، وننبه يا جماعه ما يقومش العيان على رجله، ما يقومش على رجله، وحصلت فعلا والعيان راح الحمام وفعلا قرست في فيه تاك. الدكتور لسه بيقول لي اهو بيقول لي الكلام اللي قلناه امبارح بتاع عيان الفالفلر ريبليسمنت لما قلنا ما يشمش الترانكزاميك اسيد، بيقول لي فعلا عندهم عيانه نسا وكانت عامله اورتك وغيرته ودخلت في عمليه وبعد ما خرجت نزفت فادوها الترانكزاميك اسيد واستجد فالف فعلا. فشوف هي عامله بروستيك فالف ودخلت عمليه وطلعت وربنا نجاها، بس الحته دي هي اللي ايه كانت مشكله. فاحنا يعني انا بستريس جامد قوي قوي على الحاجات اللي هي شكلها بيبقى مش مهم، بس لا ده هي دي اللي بتموت العيان. يعني لو ما عملناش ريت كنترول كويس عيان هيخش اتليست في هارت فيلير، فبدل ما يطلع من عندنا سليم ومعافى ويمارس حياته بعد كده هيدخل في هارت فيلير. هنقول ان شاء الله كل ده. الاي سي جي احنا كده اتكلمنا تقريبا خلصنا كل زيطة الاي سي جي كلها تمام. هنخش على مين؟ بين حاجتين الانزيمز هنقولهم بسرعة وهنخش بقى على كريزة التورتة اللي هو المانجمنت نعمله ازاي. عندنا الاول في حتة كده ايه هما كاتبينها في الجايد لاينز جديدة الحتة بتاعت المليمترات دي، انا بحب اقولها احنا اختصرناها في الاول قلنا هما 2 ملي في التشيست ليدز و1 ملي في الانفيرو ليدز ونريح نفسنا، بس هما رجعوا وصفوها قال لك عايز 1 ملي اس تي اليفيشن في V2 و3 1 ملي في V2 و3 تمام، 2 ملي في الرجاله اكتر من 40 سنه، 2.5 ملي في الرجاله اقل من 40 سنه. ليه؟ لان الاقل من 40 سنه ده لو ريسك المفروض ما يحصلوش اصلا. 1.5 ملي في الفيميلز ان اتليتس تو سكسيسيف ليدز، دي الحته اللي انا كنت ناسيها اما توهت كده في المره الاولانيه قلت كنت نسيتها. الاي سي جي عايزين اتليست تو ليدز تو سكسيسيف ليدز يحصل فيهم ايه اللي تشينس، احنا قلنا في واحد بس اللي انا اعتدي بيها الا الاي في ار، عايزين على الاقل تو ليدز. وكان في حد من اساتذتنا يقول لك تو ليدز فور تو بيتس، يعني ممكن تحصل تشينس في بيت واحده دراريتيز، بقى احنا عايزين تو ليدز تو سكسيسيف ليدز يحصل فيهم ايه اللي تشينس.
البتاعة دي عايزين يعني ايه تمشوا عليها ماشي، مش عايزين تمشوا عليها نسوها، وخلينا ماشيين على قاعدة 2 مليمتر في التشيست ليدز و 1 مليمتر في الانفيريور ليدز. ماشي كده؟ هنقول كده ايه بقى دلوقتي؟ الانزيمز صح؟ ها؟ لا مش تمام، عشان في حاجة اهم من الانزيمز لازم نقولها الاول. دايما بحب احط حاجه اسمها ايه سبيشال كونسيدريشنز. سبيشال كونسيدريشنز دي بقى تبقى اهم حاجه في الموضوع، دي اللي بتوقعنا بقى كلنا، دي اللي بتوقعنا كلنا. ايه بقى اللي بيوقعنا كلنا؟ بيبقى في حاجات رير انها تحصل، بس بتحصل، ورير وخطر. رير وخطر اهمهم، اهمهم احنا كاتبين كذا حاجه اهمهم مين؟ الاكيوت اس تي اليفيشن ويز ام اي ان بريزنس اوف ليفت باندل برانش. ايوه الام اي من ضمن السبيشال كونسيدر هنقولهم بسرعه. النيو اونست ليفت باندل، عندنا حاجه اسمها نيو اونست ليفت باندل، يعني ايه؟ احنا عارفين الليفت باندل بتحصل على العيان تمام وبيعيش بيها كرونيك وخلاص وما فيهاش مشاكل، يعني عادي العيان عايش بيها. مشكله الليفت باندل حاجتين، حاجتين. اولا سببها، احنا عايزين نعرف سببها، سببها ايه؟ هو هل هو سبب اسكيميك فنصلحه؟ بس حتى لو صلحناها هي الليفت باندل باظت خلاص فهي مش هتتصلح. المشكله الثانيه ان لو العيان اللي عنده ليفت باندل عدى بهارت بلوك بتعليه درجه، زي ما قلنا الدايبيتس والهايبرتنشن بيعلوا الريسك اوف او الريسك ستراتيفيكيشن لعيان اكيد كورونري سندروم درجه، الليفت باندل بتعلي الهارت بلوك درجه. يعني العيان اللي عنده فيرست ديجري بتاع امبارح اللي قلنا ممكن ياخد بيتا بلوكرز بلو دوز ونتابعه، مش قلنا كده امبارح؟ لو دخل معاه ليفت باندل وده وارد بيحصل يبقى ما ياخدش بيتا بلوكر تمام، ويبقى نعتبره سكند ديجري مش فيرست ديجري هارت بلوك. العيان ابو سكند ديجري هارت بلوك من اي نوع؟ موبس تايب 1 اور 2، ودخل معاه ليفت باندل تمام، ما بنسميهوش سكند ديجري، بنسميه تراي فاسيكولار بلوك. يبقى العيان دخل في ريت في جريد اعلى. ماشي؟ يبقى الليفت ها نعم الليفت باندل بتعلي جريد بتاع الهارت بلوك، عشان هي عشان كده هي مهمه. هو معاه كرونيك فيها ده الفيرست، لا بتكلم اللي هو تراي فاسيكولار. التراي فاسيكولار على حسب هي جايه ايه. مش شرط الليفت باندل ممكن يحصل قدامنا دلوقتي، وانا شفتها مره يحصل قدامنا حالا دلوقتي ليفت باندل بتحصل للعيان دلوقتي. النيو اونست ليفت باندل هو ده اللي اسمه نيو اونست اللي احنا شايفينها بعيننا دلوقتي بتحصل. كان جاي لي عيان بتشيست بين تمام، عملنا له اي سي جي طلع فيه اس تي اليفيشن، وبعدين الاس تي اليفيشن اللي اختفت لقينا الليفت باندل بتاع ده الكومبلكس بتاعه بيوسع 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 بيديفلوب ليفت باندل باترن. كان بيحصل قدامها عينينا، كان عيان فعلا اكستنسيف انتيرو واخد ستريبت عليها بس رجع بعد كده دخل في ارت فيلر وقصه والله يرحمه يعني. فالليفت بقى نيو اونست ليفت باندل لوحدها، يعني لو هي ليفت باندل لوحدها من غير اس تي اليفيشن من غير حاجه بتعتبر ايه؟ اس تي اليفيشن ام اي، نتعامل معاها على ان هي اس تي اليفيشن ام اي. النيو اونست ليفت باندل تعامل معامله الاس تي اليفيشن ام اي، دي اول حاجه. تاني حاجه هنرجع ليفت باندل تاني هنقعد معاها شويه. البوستيريور ام اي، احنا قلنا ان احنا ايه لما اتكلمنا عن الام اي قلت لكم هنقول عن نوع بيجي مين؟ مع عيانين البوست اوبريتيف صح؟ فالبوستيريور ام اي هو النوع ده، نوع كده بيجي للعيانين اللي بيدخلوا عمليات ويطلعوا، سواء عمليات دي كاردياك هو كومن مع العمليات الكاردياك، ايه بوست كابج بوست فالف ريبليسمنت ده كومن تمام؟ وساعات سجلوا ان هو ممكن يحصل مع العيانين اللي هي النون كاردياك اوبريشن كمان بيحصل معاها البوستيريو ام اي. بنعرفه ازاي احنا في الاي سي جي البوستيريو ام اي ده؟ بيعرفوه ازاي؟ ايوه اس تي ديبريشن في اس تي ديبريشن في 1 و2 و3 ممكن 1 و2 وممكن معاهم 3 تمام؟ وايه كمان؟ ولونج ار. وايه كمان؟ اهو احنا اتفقنا في واحد شكلها الطبيعي اهو صح؟ ده شكل في 1 الطبيعي صح؟ وشبهها 2 و3 شبههم برضه
ده شكلهم. طيب شكل posterior MRI بيجي ازاي بقى؟ البوستيريور ده حتى للناس اللعيبه يعني بيجي ازاي البوستيريور MRI بقى؟ هو بنعامله معامله الاس تي اليفيشن ام اي. ماشي، يبقى هو بيعامل معامله ايه؟ الاس تي اليفيشن ام اي، بس هو بيجي باس تي ديبريشن عشان هو posterior والاي سي جي بيتعامل انتيريور، فبنشوفه بالمقلوب. هنشوف ازاي بنشوف شكله ايه بقى كده، اهو طول ار كده ماشي، واس تي اي ديبريشن كده في في ايه واثنين وثلاثة، تدينا شكل شبه شكل مين بيبقى فيها اس كمان نفسها عادي. شكل شبه شكل مين؟ الار في اتش، تمام؟ شبه شكل الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. يبقى حد يفكرني يقول لي الرايت فنتريكولار هايبرتروفي في الاطفال، اكتبها هنا عشان ما ننساهاش، تمام؟ يبقى ده يدينا شكل مين؟ شكل الار في اتش بالظبط. طب انا اعرفهم ازاي؟ يعني اعرف ازاي؟ انا عندي اي سي جي في طول ار في في 1 و2 و اس تي ديبريشن في في 1 و2، اعرف ازاي ان هو بوستيريور ام اي ولا هو ار في اتش؟ ها التي ويف مش مقلوبه، ها في اسوشيشن مفيش، ها بوستيريور اي سي جي ازاي هنعمله من قفل عين؟ يعني ايه اللي هيلفت نظري؟ ايوه في في اي سي جي بيتعمل من ظهر العين وفي اي سي جي بيتبلع، بس مش هي دي. ازاي افرقهم ازاي؟ كلينيكال ازاي؟ يعني هيبان ايه؟ الانزيمز ماشي؟ طيب طلعت نيجاتيف، الانزيمز دي بتقعد ست ساعات اما تطلع نيجاتيف، ممكن يعني في ناس بتطلع الشيست ما فيش شيست بين، ده لسه طالع من عمليه، ها؟ لا ما احنا لو قلبنا الاي سي جي كده او كده هيطلع اس تي اليفيشن. الار تو اس ريشيو، الار اس ريشيو، تمام؟ ايه الار اس ريشيو؟ نسبه الار الى الاس في الرايت فنتريكل هايبرتروفي، تمام؟ في الار في هايبرتروفي النسبه دي ما بتعديش واحد، دايما الار اقل من الاس. ليه؟ لان هو اساسا في في 1 و2 الارات صغيره جدا، فتطول مهما تطول في الرايت فنتريكل هايبرتروفي بس هيفضل الار على الاس اقل من واحد، واحد او اقل من واحد، يعني اقسمه هتلاقي فوق 8 مربعات صغيرين وتحت 10 اقل من واحد، تمام؟ في البوستيريور ام اي لا، الار بتبقى ماجنيفايد قوي فالنسبه تزيد عن واحد، ماشي؟ يبقى احنا لو شفنا ار في اتش باترن ابص كده على الار اس باترن، ما احنا مش عارفين هو ايه، انا شايفه تول ار واس تي ديبريشن، تمام؟ اروح بص على مين؟ على الار اس ريشيو، لقيتها اكتر من واحد يبقى غالبا عندها ايه؟ بوستيريور ام اي. اسسبكت ايه في مين؟ ما مش كل الناس ماشيه ببوستيريور، اسسبكت ولو واحد رفيع ممكن القاعده دي تختل. اسسبكت مين؟ اسسبكت في العيان البوست، اول حاجه عيانين البوست سيرجري. عشان طب نقولها بعد ما نخلص عشان هن عيانين البوست كارديا، البوست كاردياك سيرجري عموما، وساعات البوست اوبراتيف عموما، يعني واحد داخل مراره برده ممكن يحصل له من الاستريس، تمام؟ او العيان اللي معاه انفيريور ام اي كومن، ممكن قوي يجي معاه يا رايت فنتريكولار ام اي يا بوستيريور ام اي. احنا اتفقنا المجموعه دي مجموعه مين؟ لعيبه زي مجموعه المانيا كده، فانتوا لازم كل الداتا دي تبقى عندكم، ما ينفعش ما تعرفوهاش. البوستيريور ام اي لو واحد معاه انفيريور، انفيريور اصلا يعني احنا بنبص في الاي سي جي لقيناه انفيريور ولقينا الشكل ده في الانتيريور، تمام؟ يبقى ده بوستيريور ام اي معاه، تمام؟ واحنا كنا اتفقنا ان الانفيريور دايما هنعمل معاه ايه؟ رايت ليدز، هنقلب بقيه الليدز الاربعه في 1 و2 مكانهم ونقلب الاربعه التانيين من الايمج، هنلاقي اس تي اليفيشن في 1 و2 يبقى ده ايه؟ يبقى ده رايت ليدز اي سي جي. كلمتين البوستيريور ام اي نحمد الله ما بياخدش ستريبت، ما بياخدش ستريبت،
تمام لسببين. السبب الاولاني هو اساسا كومن في عامل بوست اوبراتيف، والعامل مش طالع من العمليه دلوقتي وهسيح دمه دلوقتي فمش هياخد. طب ولو هو ايزوليتد كده لوحده ما بديش برضه. ليه؟ لان بيجي في اريا صغيره، في اريا صغيره جدا وغالبا ليها بلاد سبلاي تاني فبيتحسن، فايه غالبا ما بديش على البوستيريور ام اي ستريت. تمام الا لو اسوشيتد بانفيريور، لو اسوشيتد بانفيريور انا بدي عشان خاطر الانفيريور ذات نفسه يعني. تمام دي التكه الاولى. التكه الثانيه في عينين الانفيريور، عيان الانفيريور اللي معاه رايت فينتريكولار انفاركشن علاجه ايه؟ فلويد. فلويدز ها خالص. عيان الار في بقى الار في انفاركشن رايت فينتريكولار انفاركشن ما بيشمش مين؟ النايتريت. ما بيشمش النايتريت ليه؟ لان هي فازو دايليتور. الرايت فينتريكل مش زي الليفت. الليفت فينتريكل بيشتغل بايه؟ بالباور بتاعته، عنده عضله كبيره تخينه زي ما قلنا امبارح من 1.5 2 سنتي بيشتغل بيها. الرايت فينتريكل لا، ده راجل غلبان كده نص سنتي، الوول سيكنس بتاعه نص سنتي ماكسيمم 1 سنتي، هو بيشتغل بستارلينج لو هو يتنفخ بالدم فيقوم ايه مفضيه. لو حصل الار في انفاركشن هو بيفقد الباور تماما، فاحنا بنشغله بالفلويدز. ده بقى اللي بديله فلويدز وما بديلوش مين؟ نايتريتس خالص من اي نوع. تمام طيب لا يعني لا ياخد داينيترا ولا ياخد باتش ولا ياخد ترايديل اي في. على ذكر الترايديل، مين العيان التاني اللي ما بياخدش ترايديل عندنا؟ ها غير الار في بقى السلدينافيل. العيانين بتوع السلدينافيل اللي هو بتاع الفياجرا، وده سؤال لازم نسأله وما فيهوش لا كسوف ولا عيب، بس يعتمد على كيفية السؤال. عيانين اللي من اي حاجة inferior anterior right left اي حاجة، any male patient، any male patient هو male هو خلاص جاينا بام اي، any male patient جاينا بام اي، متجوز او مش متجوز، متدين مش متدين، احنا بنسأله حضرتك واخد فياجرا؟ فهيقول لنا ايه؟ لا لا، ما انت لو قلت له واخد فياجرا يقول لك لا 100%. تمام فاحنا ما بنسالش كده. هو اولا هو كونه ميل بيشنت وجاي لنا باكيوت كورونري سيندروم لازم نساله عن السيلدينافيل لازم. تمام حضرتك دكتوره طبيبه بنت وانا طبيبه بنت، انا كنت بسال لازم، بس لازم نسال ايه بشياكه عشان ناخد المعلومه وما نحرجوش. حضرتك دلوقتي انت عندك جلطة في القلب، الجلطة دي موضوع مهم ومحتاج ادوية معينة. احنا عندنا دواء، لو انت واخد اي نوع من انواع المنشطات وخدت الدواء ده ممكن بعد الشر تموت، فاحنا مش عايزين ده يحصل. حضرتك بتاخد اي نوع من انواع المنشطات يقول لك ها منشطات يعني ايه يعني ازاي، تقول له في اي حاجة منشطات بتاخدها، هيقول لك يعني زي ايه، ممكن يقول لك اه ويعترف على طول. في ناس بريزيستنت شويه تقول له في حاجه اسمها الحبايه الزرقاء او اسمها الفياجرا، هي او اخواتها اللي شبهها، وفي بقى انواع كتيره منها، هي او اخواتها اللي شبهها. حضرتك واخد الموضوع ده النهارده في الاتاك هيقول لك اه لو واخد، لو احنا سالنا كده بولايتلي كده هيعترف. تمام فهيقول لك ايه واخد او لا مش واخد. تمام لو قال لك واخدها يبقى ده ايه؟ ما يشمش مين؟ النايتريتس. ما يشمش النايتريتس، لو شمها هيحصل له بروفاوند هايبوتنشن وهيموت. طب لمده قد ايه؟ 48 ساعه اتليست، معنا 48 72 ساعه. تمام لو شم الترايديل في الوقت ده هيموت مننا، فاحنا ايه مش هنسال مش 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 هنغفل السؤال، لازم نساله. ويا ريت يعني بولايتلي ومن غير مش قدام اهله بقى مراته وعياله واقفين اهو حضرتك بتاخد فياجرا، لا مش كده. لا فعلا في ناس بتعمل كده فعلا والله، وبتبقى مشكله جامده لان هو بيموت العيان وهو مش دريان. انت لو سالته كده عمره ما هيعترف، وهتدي له الترايديل وانت قلبك مرتاح والله بيشموه يقع على طول ومش هتعرف. حط له بقى دوبامين ونور ادرينالين لحد بكره مش هيعلى ضغطه خلاص. تمام بالراحة كده مع العيان كده، حتى واحنا يعني كان مثلا بيجي لي عيان كده وانا بكشف كده اهو اني ميل بيشنت، اني ميل بيشنت يونج ايج اولد ايج، متجوز مش متجوز، دقنه قد كده ملوش دقن خالص ملناش دعوه، هو كونه ميل يبقى هو عرضه للموضوع ده، احنا مش هنتدخل في سلوكيات الناس.
احنا دينا نعالج، هو سلوكه هو مع نفسه ومع ربنا، لكن انا ما دام بصلي لازم اخد ايه داتا عن الموضوع ده. الحمد لله احنا يعني ما يعني الحمد لله مجتمع متدين وعندنا الاسكس وكده، بس لازم برضو نسال ده فور سيفتي اوبزرفيشن، في ناس بتموت فعلا فلازم نسال على ايه مثلتنا فيه. اتنين ما بيشموش النايتريت بتاع الفياجرا وبتاع مين وبتاع الرايت فنتريكولار انفاركشن، تمام. وعشان نقفل بقى حته الدراجز خالص بقى في دي ما نرجع لهاش تاني، عندنا في عيان ما بيشمش مين البيتا بلوكرز كده، يبقى تاني عيان النهارده هنقوله ما بيشمش البيتا بلوكرز. احنا قلنا الاول بتاع البرينزيميتال انجينا بتاع مين الفازوس بازم، العين التاني مين بقى اللي مش هيشم البيتا بلوكرز؟ لا لما الهارت بلوك احنا اتفقنا عليه امبارح بقى خلاص، لا مش البرونكيال ازما. البرونكيال ازما بندي له السيلكتيف، لو احنا محتاجينها ندي له السيلكتيف ولو دوزس، تمام. الكوكين العيان المدمن الكوكين، تمام. عينيه كوكايين، والكوكايين حاجه موجوده ومشهوره يعني والناس بتدمنها وكل يعني عيان الكوكين. طب احنا نعرفه ازاي؟ نساله برضه، ما هو حظه ان هو ميل بيشنت، حظه الاسود ان هو ميل بيشنت وجاله ام اي. فاحنا هنسال بعد ما نسال على قصه المنشطات نسال على ايه؟ على المكيفات. طب حضرتك بتاخد اي؟ ما هو لازم، ما هو هيموت لو ما سالناهوش هيموت، فكفايه انه متنيل على عينه ممكن يكون مدمن ونموته كمان، ف هو خليه يموت براحته بس بعيد عننا. فاحنا ايه هنساله حضرتك اي حاجه من المنشطات بتاخدها، ولو محتاج توضيح قلنا هنوضح ازاي فيري بولايتلي وبيننا وبين العيان، ونساله كده بالراحه ونفهمه احنا ليه بنسال. انا مره عيان سالني، طب هو انت ليه يا دكتوره بتساليني؟ قلت له علشان حضرتك عندنا دواء بتاخده يريح لك القلب ويهدي لك الوجع، بس لو خدته وانت واخد الحاجه دي هتموت. فقال لي اه واخد خلاص، هو مش عايز. السؤال الثاني عن ايه؟ عن الكوكين. هنقول طيب حضرتك، هو قال خلاص على الفياجرا لا وتمام. طيب حضرتك بتاخد اي حاجه من الحاجات الحلوه دي اللي بتصحصح الدماغ كده، المكيفات؟ في مره واحد قال لي اه بشرب قهوه، قلت له لا ما انا بشرب قهوه مش هي دي. لا حضرتك اي حاجه، في الحشيش وفي البانجو وفي المورفين وفي الافيون وفي الكوكايين، عارف بتاخد حاجه من الحاجات دي؟ تسالش ابدا سؤال مباشر، لو سالتي مباشر مش هتاخدي اجابه، تمام. في حق البانجو، الحشيش، الكوكايين، المورفين، الانفيتامينز عشان التاكي كارديو، تمام. فاحنا لازم نسال، ونسال عن الكوكين صراحه وعن الفياجرا صراحه كده، بس بولايت بشياكه يعني عشان يعترف، تمام. فلو قال اه باخد كوكايين، وعندنا عيان كتير من المدمنين بيجونا، بيجوا كتير وبيجوا بالذات، هتشوفوا بكره مع محمد مصطفى. محمد مصطفى بتاع الانفكتيف اندوكاردايتس وهو بتاع المدمنين، كل رايت سايد انفكتيف اندوكاردايتس غالبا بيبقى العيان ادكت، تمام. فاحنا عندنا الناس دي موجوده، وممكن ما جاي مره بانفكتيف اندوكاردايتس يجي اللي بعدها بام اي، فاحنا لازم نساله، ماشي. لو هو كوكين ادكت ده ما يشيلش البيتا بلوكرز خالص بقى، لان الكوكين ده قاعد في دمه شويتين حلوين يعني، علشان الكوكين بيعمل اساسا سيفير فازوكونستريكشن، والبيتا بلوكرز بتعمل فازوكونستريكشن، فلو خد الاثنين مع بعض هيموت. الفياجرا بتعمل فازو دايلاتيشن، والترايديل بيعمل فازو دايلاتيشن، فخد الاثنين هيموت بهايبوتنشن. ده هيموت بسيفير اسكيميا وده هيموت بسيفير اسكيميا بس عن طريق الهايبوتنشن، ماشي كده. يبقى احنا قفلنا ايه الحته دي في السبيشال كونسيدريشن. الكوكين، الكوكين والانفيتامين زي ما هي، اللي هو الماكس سواء الماكس تنفورت والماك بالتابلت. يعني ممكن تعمل كده، في ادويه منها فيها انفيتامين، هي دي اللي ممكن يعني ماشي. قلنا البروكسيمال ال اي دي ليجن بتاع الاي في ار، وقلنا البوستيريور ام اي وفيناها حقه، وستول ار، وقلنا التول ار هنفرقها ازاي من ار في اتش، وقلنا نيو انصت ليفت باندل بنعملها هي لوحدها ككاتيجوري از اس تي ليفيشن ام اي، وقلنا العيانين اللي هم ايه هيتدهولوا بتوع الكوكين وبتوع بتاع الثاني الفيروس. في حته انا بحب اقولها هي خارج الموضوع تماما، بره الموضوع تماما، بس على ذكر الار في اتش، على ذكر مين الار في اتش، هي خارج الموضوع خالص عشان ما حدش يقول لي اتلخبطنا وكذا. لا عايزه اصحى الصبوره دي. الار بي اتش
في الاطفال احنا قلنا ايه، انا هنقول كلمه بره الموضوع ده تخص الاطفال. لو حد فينا بيقعد في عيادات اطفال او في عيادتك حتى الخاصه بتكشفي بتشوفي اطفال الكلام ده، في ناس بتحب تعمل ساعات اي سي جي للاطفال، ماشي؟ فهو يعمل اي سي جي للاطفال للطفل الصغير لحد سن 5 سنين، بيبقى فيه ساينز دي، يعمل اي سي جي، وتاني يوم ام العيل يعني تيجي تصوت وتقول لك ايه، ابني عنده تضخم في عضله القلب، والدكتور قال لي ابنك عنده تضخم، وما يلعبش وما ياكلش وما يجريش ومش عارف ايه وايه وايه، وروحي بسرعه لحد بتاع قلب اطفال وسهريه كبيره. ليه؟ هو عمل اي سي جي فلقى كرايتيريا اوف رايت فينتريكولار هايبرتو، لقى ايه؟ لقى ساينس تاكي كارديا، ولقى رايت اكسس ديفيشن، ولقى طول ار في في 1 و2 و3، ومعها اس تي ديبريشن وساعات انفيرتد تي. شكل مين؟ رايت فينتريكولار هايبرتروفي تيبيكال، تمام؟ فراح محول الست على حد اطفال عشان ابنها عنده تضخم في الار في، مع ان الواد كويس وحلو يعني وبيجري وبيلعب ولا بيجي له سنكوب ولا بيجي له اي حاجه وحاجه جميله. لا احنا ناخد بالنا بقى ليه؟ في الاطفال فيري كومن فيهم الار في اتش باترن، فيري كومن في الاطفال لحد سن 5 سنين ار في اتش باترن، بس هو ما بيبقاش ترو ار في اتش، ده بيبقى فولس اي سي جي. الطفل غالبا الاي سي جي بتاعه بيبقى الهارت بتاعه بيبقى فيرتيكال عننا احنا، ماشي تو زلفت شويه، هو بيبقى فيرتيكال شويه، ها بيبقى فيرتيكال شويه عننا، وبيبقى الليفت فينتريكولار ماسل مش ويل ديفلوبد زينا، بيبقى في فرق كبير عندنا بين السيكنس بتاع الليفت فينتريكل وبين السيكنس بتاع مين؟ الرايت فينتريكل. عشان كده ده اللي بيبين الفرق بين الاراث وبين الاستات عندنا، ماشي؟ في الاطفال لا، هم تقريبا بيبقوا قد بعض 1 سنتي 1 سنتي، يعني قريبين من بعض، تمام؟ فبيبقوا الاراض طويله في الانتيرو ليدز اللي هي في 1 لفي 3. وكده كده العيال الصغيرين اساسا عندهم تاكي كارديو، ده النورمال بتاعهم ان هم اصلا ايه؟ تاكي كارديو. فالتاكي كارديو بيوصلوا لحد كام؟ لحد 120، ده الطبيعي بتاعه، لو لعب ممكن يعدي 150، ده العادي. حط ايدك على طفل بيجري تلاقيه بيرفرف. انا اختي مره بتكلم تقول الواد قلبه بيرفرف، قلت له ده الطبيعي، ده بتاعه، ده العادي بيرفرف، بس لحد كام؟ 120 130 ده الطبيعي بتاعه، ما فيهوش مشكله، هو اساسا بيتولد كده. فالبرادي كارديا في النساء على كام؟ الانترا يوتراين ها 160. اه لما يلاقوا الفيتس بدا يبقى 160 بيخافوا، 120 ده بيفتحوا على طول. فاحنا عندنا الاطفال واخدين على التاكي كارديا لحد ما يبداوا يكبروا ويبقى الهارت بتاعهم ياخد شكله الطبيعي، يبقى خلاص كده بيبداوا ده لحد 5 سنين بيبقى فيه الار في اتش باترن. فدي بس احنا ناخد بالنا منها، نركز معاها امتى؟ لو الطفل بيجي له سيانوزيس علشان الفالوت، والفالوت بيعمل ار في اتش، لو الطفل بيجي له سيانوزيس، لو بياخد سكواتنج بوزيشن كتير، هو بيحب يقعد مقرفص كده كتير، يجري شويه ويجي قاعد مقرفص كده، ليه؟ عشان بيركز الدم في النص العالي من جسمه مع عينين الفالوتس مع عينين بالموناري ستينوزيس، تمام؟ فكلها حاجات ماشيه مع ناحيه اللنج. فلو العيان الطفل ده بيجي له سيانوتيك سبيلز او بيجي له سينكوبال اتاكس، يبقى ده احنا نركز معاه. ما بيجيلوش وحلو وعفريت وبيلعب وهارت ريت 120، خلاص بعد شويه الساينز دي هتختفي لان هي نوت ترو ار في اتش، ماشي؟ قلناها بس عشان ايه؟ بمناسبه ذكر الار في اتش. بعد بقى كل الهلومه دي في سكور كده تحت هم بيعملوه اسمه تيم سكور. بيقسموا ايه في التيم سكور ده؟ بيقعدوا بقى يشوفوا الاتش بتاع العيان وجاله ديزنيه ولا ما جالوش، العين الاسكيميك اللي هو البوست ام اي، ويقعدوا يقسموا بناء على التيم سكور، مالناش دعوه بيه، مش هنقول فيه حاجه. تمام؟ طيب. عندنا من السبيشال كونسيدريشنز الحاجه الاهم والبعبع ايه؟ الاعظم بتاعنا كلنا. شو احنا اتكلمنا في كل الكلام ده؟ سهل، ده ما فيهوش حاجه. البعبع الكبير بتاعنا كلنا اللي هو الايه؟ الاكيوت مايوكارديا الانفاش او الاكيوت اس تي، الاس تي اليفيشن ام اي الاستمي، الاس تي اليفيشن ام اي ويز ليفت باندل برانشبل، تمام؟ عندنا نوع من العيانين هم عندهم اساسا ايه؟ ليفت باندل برانشبل اصلا، هو العين عايش بالليفت باندل برانش بلوك،
فكلنا بنشوف الاي سي جي بتاع الليفت باندل تمام، بنلاقي فيه نورمالي اس تي اليفيشن من في 1 لفي ايه 3، هو 1 و2 وممكن 3، ده النورمال بتاع الليفت باندل، هي شغلتها كده، هي خلقتها كده تمام. هنرسم بيبقى شكلها ازاي في في 1 اهو كده كده كده، الجي بوينت بتاع العين اهي ماشي، ومعها سنة ار كده صغيرة، ده شكل الليفت باندل فين في في 1 صح. في في 6 بيبقى شكلها ايه كده برضو الار اس ار داش اهو، بس بتبقى الار دي ايه الاس تي ايزو الكتريك صح. ده في في ايه 6 صح كده، ده شكل الليفت باندل اللي كلنا ايه بنشوفه. في ناس تشوف الاي سي جي ده تقول لك العيان ايه عنده اس تي اليفيشن ام ار مع ليفت باندل ويقوم ضربينه استريب. كان عندنا عيان يعني خد استريب في 15 يوم مرتين، اه هو جه مع حد فشاف الاس تي اليفيشن فراح عاطيله استريبت وقال لك ده اس تي اليفيشن مع ليفت باندل يبقى انا عيان ايه في ياخد استريبت على طول، والراجل جاي تيبيكال تشيست بين وكل حاجه. بعدها ب 15 يوم جه تاني فحد راح اداله تاني استريبت، اه معناه ان هو ما خدش هيستوري كويس وما شافش الدنيا وما عملش الاستربوزا كريتيريا اللي هنقولها دلوقتي ولا اي حاجه. فهم راحوا عملوا ايه بقى، عملوا كريتيريا معينه تقول لنا لو العيان ده عنده ليفت باندل وجاي له دلوقتي ام اي انا اعرفه ازاي، ليه هو ليه اللخبطه، لان الليفت باندل اساسا من طبعها ان هي بتعمل ايه اس تي اليفيشن، الليفت باندل من طبعها ان هي تعمل اس تي اليفيشن، وكمان العيان جاي باس تي اليفيشن ام اي، طب انا هعرفهم من بعض ازاي صح. فراحوا عاملين كرايتيريا اسمها سكاربوزا كرايتيريا على اسم الراجل اللي سماها ما علينا من اسمه تمام، عملوا كرايتيريا كده معينه، لو الكرايتيريا دي طبقناها قال لك ان انت لو بصيت على الكرايتيريا دي كويس وطبقتها كويس واستخلصت منها المعلومه صح 90% انت هتشخص صح. احنا امبارح قلنا البرجاده كرايتيريا بتاعت ايه الفي تاك فيرسس الاس في تي ويز ابيرنت كوندكشن، وقلنا ان هي ايه نون سبيسيفيك بارد، يعني لو طبقناها بحذافيرها وطلع وشخصنا في تاك ممكن يطلع في الاخر اس في تي تمام، فقلنا ان هي نون سبيسيفيك في كرايتيريا في الاخر، بس هما بيحبوا يعرفوا نفسهم. دي بقى لا دي سبيسيفيك بقى، سبيسيفيك بنسبه كام 90%، 90% هتفرق لي الليفت باندل من الليفت باندل ويز اس تي اليفيشن ام ار ماشي. قالوا ايه بقى هي الاسكربوزا كرايتيريا دي بالراحه كده عشان هي غلسه، فاكرين احنا امبارح قلنا هو الاول كام حد هنا عارفها، يعني كام حد عارف اسكربوزا كرايتيريا ممكن يشخص بيها، اكيد حضرتك عارفها، مين وحضرتك وحضرتك ومين تاني عارفها؟ طيب اسكربوزا كرايتيريا قال لك ايه، عندنا الليفت باندل الشكل الطبيعي بتاعها اهو، فاكرين احنا امبارح كنا قلنا كلمه ايه كونكوردنس وديسكوردنت صح، قلناها امبارح وانتوا فاكرينها، اللي هي كي ار اس كومبلكس والاس تي والتي ماشيين مع بعض ولا عكس بعض. في في 1 هنا ده شكل عيان مين ليفت باندل تمام اهو، عشان نبقى ايه نركز، ده عيان ليفت باندل خلاص اهو، ده مش طبيعي ده ليفت باندل. في 1 دي كونكوردنت ليد ولا ديسكوردنت ليد؟ ها مين؟ طب اللي بيقول كونكوردنت مين؟ ارفعوا ايد. الدكتوره بتقول ان الفي 1 كده كونكوردنت، انت قلتي كونكوردنت، ده ده كده كونكوردنت ليد ولا ديسكوردنت ليد؟ ده ديسكوردنت ليد. التي ويف والاس تي اجينست الكيو ار اس كومبلكس. دومينانت.
حتى بس في الليفت باندل برضو ان هي التغيير الثالث اللي بتعمله ان هي بتوسع الكومبليكس بتخليه اكتر من 3 مللي اللي اتفقنا عليه. وهي بتعمل ثلاث حاجات، بتعمل اس تي انيبيشن في في 1 و2 وممكن 3، وبتعمل ار اس ار داش باترن في في 4 5 و6، وبتعمل لنا ايه وايد كومبليكس. تمام طيب. اتفقنا في 1 و2 بيبقوا ايه ديسكوردنت ليدز، دول الديسكوردنت discordant leads. في 4 5 6 بيبقوا concordant leads. ال ST ماشيه مع ناحيه مين؟ مع ال QRS concordant concordant leads صح. واتفقنا ان الليفت باندل شكلها خلقتها كده بتعمل ST elevation في V1 وما بتعملش حاجه في ال ST في بين 4 5 6، لا بتعليها ولا بتوطيها، لا بتعمل ديبريشن ولا بتعمل اليفيشن، هي ايزوكريتيكال كده زي ما هي. تمام. قال لك الكرايتيريا دي بتقول لك ايه بقى؟ اول حاجه احنا مش هنقول بالترتيب زي مكتوب، هنقول بالاسهل. اول حاجه لو لقيت اس تي اليفيشن، اس تي اليفيشن في في 4 5 6 او في حاجه كونكوردنت ليد، يعني كونكوردنت ليد هنسميه في 4 5 6 لقيت فيها اس تي اليفيشن 1 ملم، يبقى ده ام اي ويز ليفت باند. سهله اهي، هي اصلا ايه عايزه الكتريكال صح. لقينا فيها كونكوردنت ليد، لقينا فيه اس تي اليفيشن 1 ملم، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اس تي اليفيشن ويز ام اي ويز ليفت باند، يبقى هدي عليه ستريكت دلوقتي. طيب الحاجه الثانيه عكسها، في 1 و2 و3 هم اساسا فيهم اس تي اليفيشن بتاع الليفت باندل صح. لو لقينا فيهم ديبريشن باي درجه ديبريشن، يبقى ده ام ار. ليه اتلخبطوا او زهقتوا او حاجه؟ ها طيب، هي الليفت باندل اساسا بتعمل اس تي في في 1 و2، اس تي اليفيشن في 1 و2 وممكن 3. لو غيرت الكاركتر زي ما النورمال ايزو الكتريكال، تيجي الاسكيميا تعمل فيه اس تي اليفيشن صح؟ صح. ده النورمال بتاعه ان هو اس تي اليفيشن، لو لقيناه ديبريزد يبقى ده فيه ام اي من نوع الاس تي اليفيشن ام اي، لانها غيرت الاكسس بتاع الكهرباء، ما بيغيرش الاكسس بتاع الكهرباء الا الاس تي اليفيشن بس. تمام؟ فده ايه؟ لو لقينا اس تي ديبريشن في في 1 و2 اند اور 3، يبقى ده ايه؟ اس تي اليفيشن ام اي ويز ليفت باندل. تمام؟ التالتة بتاعتهم اسهلهم خلاص، ال في 1 و2 هم اساسا فيهم ايه؟ في 1 و2 و3 فيهم ايه اصلا؟ في الليفت باندل اليفيشن. تمام؟ لو لقينا الاليفيشن ده 5 مربعات كبيرة صغيرة او اكتر، 5 سمول سكويرز او اكتر، يبقى ده اس تي اليفيشن مع الليفت باندل. ليه؟ هم اساسا فيهم اليفيشن بس ما بيوصلش ابدا 5 ملم. لو لقينا 5 ملم او اكتر يبقى زاد، يبقى اس تي اليفيشن صعب. ها اه ما هنجيبها، بس طب هنجيبها ازاي؟ انا مش عارفه انا جايبه له صوره والله ولا اه ماشي، ما هي مش هعرف اطلعها هنا، ماشي انت بتفرجها لي. شكرا. ماشي يا جماعه. طب لو تعرف تنقلها لنا هنا ونشوفها يبقى اوكي. طب هم الصوره هنمررها تاخد وقت كتير. طيب ماشي، مررها عليه. ماشي الدكتور جايب لنا صوره السكاربوزا كرايتيريا، وشكرا. ابعتها لي على الواتس بقى عشان ابقى احطها على السلايد ان شاء الله. تمام. فاحنا ايه يا جماعه؟ هي كرايتيريا بتعتمد، الاسكيميا عموما بتعتمد على الايه؟ على بتغير النورمال بتاع العيان. هنا النورمال بتاع العيان انه في الكونكوردنت ليدز، الكرايتيريا تكتب على الكونكوردنت ليدز، بس احنا قلنا في 4 5 6 عشان نسهل الدنيا. الكونكوردنت ليدز دولت ما فيهمش اصلا اليفيشن، فاحنا لو لقينا فيهم اليفيشن يبقى اس تي اليفيشن صح؟ ده الطبيعي مش كده؟ فدول ماشيين مع الطبيعي اس تي اليفيشن 1 ملم. طيب الليدز اللي فيها اساسا اس تي اليفيشن، لو لقينا الاليفيشن 5 مربعات او اكتر، يبقى ده ايه؟ اس تي اليفيشن ويز ام ويز ليفت باند. او لو لقينا بقى الاليفيشن بقى ايه؟ بقى ديبريز، يبقى ده اس تي اليفيشن ويز ليفت باندل، وده يعامل معامله الاس تي اليفيشن ومعامله السيريس كونديشن خطيره. ماشي. طب ايه؟ طب ماشي. طب انتوا رحتوا فين؟ كل الناس فرهدت خير. ها
ها هو ده اللي بيتقال عليه، هو ده النيوري اونست ليفت باندل. ممكن تيجي كده، ممكن تيجي بالكرايتيريا دي تمام، ممكن تيجي ليفت باندل لوحدها بلدي بس، بس لسه بتحصل قدامنا دلوقتي. اه هو ده اللي بتكلم فيه. ماشي اه يعني هي نيوري اونست ولا كرونيك علشان الالاج. ماشي هتفتح علينا فتحتين. لا 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 حلو. الليفت باندل، الليفت باندل احنا خلاص كده نقفل الحته دي لان واضح انها عتمه يعني. الليفت باندل بقى نرجع مرجوعا للليفت باندل، النيو اونست ليفت باندل. في ليفت باندل بتحصل قدامك دلوقتي للعيان، دي بتبقى نوعين، يا ليفت باندل لسه جايه لاول مره للعيان دلوقتي، يا اما حاجه اسمها ايه انترميتنت ليفت باندل او ريد ديبندنت ليفت باندل. ايه الانترميتنت او الريد ديبندنت؟ العيان يخش في اسكيميك اتاك يروح داخل في ليفت باندل وبعد كده ايه يطلع منها لما يرجع يخف من الاتاك، يجي له شويه تاكي كارديا يجيبوا له ليفت باندل ويفك منها لما يبقى نان تاكي كاردي، يجيبوا له شويه برادي كارديا يجيبوا له ليفت باندل ويفك منها بعد ما يبقى ساينس نورمال. دي اسمها انترميتنت ليفت باندل او ريد ديبندنت ليفت باندل. ماشي ممكن كده على حسب العيان بيقفل امتى يعني، احنا ما نعرفش، ممكن تحصل مع البرادي وممكن تحصل مع التاكي. انا يعني هو ممكن يكون بيجيله على التاكي اتاكس وممكن بيجيله على البرادي اتاكس، ما نعرفش على حسب النيتشر بتاعه تمام. في عيان، في عيان بتجيله بقى وبتحصل معاه دلوقتي، فاحنا لو شفنا ليفت باندل بتحصل قدام عيننا دلوقتي اسحب انزيمز للعيان، طلعت بوزيتيف يبقى دي نيو اونست ليفت باندل واديله ستريبت او دخليه قسطره، طلعت نيجاتيف بصي على الريت تاكي كاردك قوي يبقى غالبا دي ريد ديبندنت وهيرد بعدها تمام. الحاجه الثانيه اللي كنا عايزين نقولها في السكور ده، السكور ده السكور ده من كام؟ من 10 صح؟ سكندوز كريتيريا من 10، اللي ياخد 5 من 10 يبقى ام اي ويز ليفت باندل برانش بلوك. يعني لو جاب دي لوحدها بتاعه ال1 ملم، شوفوا اقوى واحده اني اقوى واحده بتاعه 1 ملم اس تي اليفيشن في 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 الكونكوردنت مين. ليه؟ لان هي ما فيهاش اس تي اليفيشن اصلا، فكون حاجه تعمل فيها اس تي اليفيشن يبقى دي اقوى كريتيريا فيها. رقم 2 بعدها اللي تاخد سكور اعلى هي تبقى مين؟ بتاعه الاس تي ديبريشن في في 1 و2 و3. ليه؟ هم فيهم اصلا اليفيشن، كونهم يبقوا ديبريسد يبقى احنا في في حاجه مشكله غيرت الاكسس بتاع الكهرباء. طيب ال 5 ملم دي تاخد اضعف سكور، تاخد 2 من 10. ليه؟ لان هي اللي دي فيها اس تي اليفيشن اصلا. عموما السكور ده من كام؟ من 10. اللي يجيب 5 من 10 يبقى في ام اي وليفت باندل، ونتعامل معاه كده هديله سومبوليتيك ثيرابي او هدخله بي سي اي دلوقتي تمام. وعشان نريح دماغنا الارقام اتلغت، السكور اتلغى خلاص، ما نزلش في جايد لاينز جديده بس هو اتلغى، السكور اتلغى وبقينا شغالين على ايه؟ اي كرايتيريا من دول موجوده تساوي ام اي ويز ليفت باند تمام؟ اتلغى ولا ايه؟ ايوه ماشي. ها؟ وحصل بعد كده ها؟ بقى احنا يبقى احنا ايه؟ لغينا السكور تمام؟ واكتفينا بان اي واحده من دول بتحصل معناها ام اي. يحصلوا كلهم؟ ماشي. تحصل واحده منهم؟ ماشي. حلو؟ طب ايه صعب؟ انت مش معانا من بدري. انا؟ اه. حضرتك مش هنا من بدري. ماشي؟ يبقى دي ايه؟ الاسكربوزا كرايتيريا وخلصناها كده. تمام؟ ماشي. في حته عايزه اقولها بس الصراحه استحي. ايه بقى؟ انا هقولها، لو طلعتوا عارفينها هكمل، ما لازم نفوق، لازم نفرش. لو طلعتوا عارفينها هكمل، طلعتوا مش عارفينها هسكت. ها؟ هكمل ان شاء الله. هكمل؟ لا 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 ان شاء الله عارفينها ان شاء الله ان شاء الله. ايه بقى؟ انا هكتبها. سودو نورماليزيشن. اوف. حد عارف الموضوع ده؟ غير حضرتك؟ معلش. حد عارف السودو نورماليزيشن اوف اس تي اليفيشن؟ سودو نورماليزيشن. ايه؟
ماشي. عندنا ال ST elevation بيحصل، وهنقوله الجريدز بتاع او الفيزز بتاعته دلوقتي، هنقوله على السريع ان شاء الله. الفيزز بتاعت ال ST elevation، عيان خلاص جاله ST elevation MRI ماشي، له فيزز معينه بيعدي فيها كلنا لازم نعرفها. ال ST دي بتمشي في الطرق اللي هنقولها بعد شويه، هنقول بس فيها كلمتين. في حاجه اسمها sustained ST او بيرزيستنت اس تي اليفيشن. ايه سستند اس تي او بيرزيستنت؟ يعني دائم بقى، بيرزيستنت اس تي اليفيشن اللي هي الاس تي تيجي وتفضل معلقه كده وما تنزلش خالص بقى، ما ترجعش ايزوالكتريكال تاني مهما حصل، وتقعد كده على العيان. بنعرفها امتى؟ لما تقعد متعلقه كده اكتر من 15 يوم. يعني جاله الام اي النهارده، بعد اسبوعين لقينا الاس تي لسه اليفيتد زي ما هي، اسمها بيرزيستنت اس تي اليفيشن، ودي معناها انيوريزمال دايلاتيشن في الحته اللي حصل فيها الانفاركشن. دي سهله وكلنا عارفين. طيب في حته بقى اسمها ايه؟ اسمها سودو نورماليزيشن اوف اس تي اليفيشن. يعني ايه سودو نورماليزيشن؟ في عيان بيجي له الاس تي اليفيشن ده واتعمل وخلص وخلاص وبقى له سنتين قاعد كده، والباترن بتاعه في اس تي اليفيشن اللي هو العيان بتاع البرزيستنت اس تي ده، خلاص هو كده قاعد بالاس تي اليفيشن اللي حصل له، وهو خلاص كده موجود معاه. تيجي تحصل له اسكيميك اتاك، يعني هو وهو عادي كده وكنترولد وكويس ومش في اسكيميا، يحصل له ايه؟ الاس تي بتاعته عاليه. تيجي تحصل له الاسكيميك اتاك، جاله تشيست بين دلوقتي، نلاقي الاس تي دي ايه؟ بقت ايزو الكتريكال حلوه قوي، وتعملي له اي سي جي وهو في الاسكيميك اتاك يطلع نورمال. ده راء بس هو غلط العكس كده. اه بالظبط، بنفتكر احنا ان العيان ده ايه؟ راء، زي ما الدكتور بيقول العيان نورمال، هو مش نورمال. بنشوفها امتى؟ احنا عمرنا ما نعرفها لو احنا مش عارفين العيان قبل كده، عمرنا ما هنعرف الموضوع ده. بنعرفه امتى؟ العيان جاي لي بتيبيكال تشيست بين وبتاع والدنيا، وعملنا انزيمز طلعت نيجاتيف، وبعد 6 ساعات نيجاتيف، فاحنا قاعدينه معانا بنعالجه على اساس ان هو ايه؟ انستيبل انجينا، وهو فعلا انستيبل انجينا تمام، بس داخل بنورمال اي سي جي تمام. بكره الصبح الاقي اس تي انفيشن والعيان عندك وجع عندك بتاع، لا فطبعا نتخض نقوم صاحبين سيت اوف انزيمز ثانيه تطلع نيجاتيف تمام. فيبقى معنى كده ايه؟ العيان النورمال بتاعه هو ابو انفيشن ابو بريزيستنت اس تي، بتجيله الاسكيميا تروح مغيره له الاكسس بتاعه بتاع الكهرباء بتاعه، تروح مرجعاها سودو نورماليزيشن اوف اس تي، سودو نورماليزيشن اوف اس تي. عشان دي من ضمن الحاجات اللي خلتهم يقولوا ان النورمال اي سي جي داز نوت اكسكلود اسكيميك هارت ديزيز، ممكن عيان يبقى اسكيميك وجاي لنا بنورمال اي سي جي، ايذر ان هو الاي سي جي بتاعه نورمال فعلا وما عندوش تشينجز، او عنده تشينجز بس سودو نورماليزيشن، هنكتشفها لما يفك من الاتاك ان شاء الله تمام. دي حته ايه؟ السودو نورماليزيشن، وقلنا معاها حته ايه؟ البرزيستنت اس تي اليفيشن تمام كده. هنجري جري على الفيزس اوف ام اي، جري عليها عشان نجري برضو على المانجمنت ويبقى كده خلصنا الفيزس. الفيزس تعبتوا؟ لا تعبت؟ طيب احنا ممكن نقوم نقعد مكاننا تاني يعني عادي. ايه؟ مش موجود. ده انت سخسخت خالص. ماشي. الفيزز اوف اكيوت اس تي اليفيشن ام اي، عيان الاس تي اليفيشن ام اي زي ما احنا اتفقنا في حاجه اسمها ناتشرال كورس اوف ذا ديزيز، الديزيز بيمشي في كورس معين ليه. احنا بنبقى مطمنين هو الحق، يعني نحمد ربنا حصل له الديزيز وخلاص، بس طول ما هو ماشي في الكورس النورمال بتاعه معناه ان مفيش ايه؟ كومبليكيشنز صح؟ هو كل يوم بيعدي لليوم اللي بعده في الناتشرال كورس، معناه ان مفيش كومبليكيشنز. اول ما الناتشرال كورس ده يبدا يتلخبط يبقى معناها ان في كومبليكيشنز بتحصل على العيان. طيب احنا عندنا فيزز بيعدي فيها عيان الاس تي اليفيشن ام اي في الاي سي جي، احنا في النورمال خلاص الراجل جاله تشيست بين ودخل في تشيست بين ودخلناه وادينا ستريبت او قسطرنا او عملنا اللي احنا عايزينه وخلاص خلص الموضوع والبين بقى اوف والدنيا فل تمام. بس بيفضل عنده الاي سي جي بتاعه بيتغير، بيقعد كده كام يوم يتغير تمام. فطول ما هو بيتغير احنا بنبص على التغيرات دي في الاي سي جي افري داي،
عشان كده قلنا احنا بنمونيتور العيان ازاي. اول ست العيان داخل لنا اهو في الزيرو اور، عملنا له اي سي جي اول مره وبنكتب عليه ان اي سي جي اون ادميشن. بعد كده حطينا السابلينج والنيتريت التست اللي الدكتور قال لنا عليه، وقعدنا شويه انتظرنا ربع ساعه وعملنا اي سي جي بيفور ستريبتوكينيز. وبعدين بعد ما ادينا الستريبت بساعه عملنا اي سي جي علشان نشوف السكسسفل ستريبت اور نوت، صح؟ وبعدين بعد ما خلصنا سكسسفل ستريبت وظبطنا لمده 6 ساعات بنعمل كل ساعه اي سي جي عشان نشوف نيو تشينجز. بعدها بنعمل كل ساعتين لحد ال 24 ساعه، وبعد ال 24 ساعه بنعمل ديلي اربع مرات صبح عصر بالليل، يعني اربع مرات على العيان وممكن مرتين، تمام؟ يبقى احنا كل اللي بنعمله ده مش عشان نعمل ورق ونركنه في التذكره، عشان نعمل ورق ونبص على التشينجز اللي بتحصل في الاي سي جي، تمام؟ احنا في مرض اسمه ايه؟ اكيوت اس تي انيبيشن ام اي. الاكيوت اس تي انيبيشن ام اي ده بيعدي باربع مراحل في الاي سي جي، اربع صور، ياخد اربع صور في الاي سي جي. الصوره الاولى في الاكيوت دي او في الفيرست دي اول 24 ساعه، اول ما العيان ايه دخل لنا اول 24 ساعه بيحصل فيهم ايه؟ اس تي اليفيشن، متفقين؟ ومعاها زائد او ناقص باثولوجيكال كيو. يعني ايه زائد او ناقص؟ تحصل ممكن لا. الباثولوجيكال كيوز في ناس فاهمه ان هي لازم تحصل من اول دقيقه، لا الباثولوجيكال كيو، وفي ناس فاهمه ان هي ما تحصلش الا بعد 24 ساعه، لا هي ممكن تطلع من اول دقيقه وممكن تستنى 24 ساعه قبل ما تظهر. يعني جانا العيان اهو باي سي تي اليفيشن ودينا ستريبت وكل حاجه والاراد بريزيرف البلد برضه، بكره اللي ديفلوب دي كيوز او ديفلوب دي بور ار. يبقى احنا كيو بالذات بنتكلم بقى على الباثولوجيكال كيوز. وبالمناسبه العيان اللي بيجي له بور ار احسن من العيان اللي بيجي له كيوهات، صح؟ لان معناها ان لسه ان في شويه فايبرز بتعمل كونتراكشن. يبقى اول يوم اس تي اليفيشن ومعاها يس اور نو باثولوجيكال كيوز، ده اللي عندنا. طيب ثاني يوم بعد 24 ساعه، هي تيبيكالي 36 ساعه بس انا كاتبه 48 عشان نسهل على نفسنا، وفي كتب كاتبه 48 فماشي. بعد 24 ساعه الى 48 ساعه يحصل ايه؟ الاس تي اللي اليفيتد دي تبدا ايه؟ ترجع ايزو الكتريكال. الاس تي اللي اليفيتد ترجع ايه؟ ايزو الكتريكال. ومعاها باثولوجيكال كيوز خلاص طلعت. ما احنا في اس تي اليفيشن ام ار هيديفلوب كيوهات، هتبقى كيوهات خلاص موجوده. ماشي؟ يبقى بعد 48 ساعه 36 الى 48 ساعه الاس تي المتعلقه دي النورمال بتاعها ان هي ترجع بقى خلاص، فترجع تبقى ايزو الكتريكال ومعاها كيوهات. ماشي؟ وده يسموه ريسنت فيز. يبقى اول حاجه يسموه اكيوت فيز اوف اكيوت اس تي اليفيشن ام اي، الثاني يسموه ريسنت فيز، الثالث يسموه ايفولفنج فيز. حد سمع لفظ ايفولفنج قبل كده؟ سمعنا لفظ ايفولفنج. الايفولفنج فيز يحصل ايه بقى في الايفولفنج فيز؟ هو يعني ايه ايفولفنج اصلا؟ اللي بيخف. اللي بيخف. ايه بقى اللي بيخف ده بيحصل فيه ايه بقى؟ الاس تي ايزوالكتريكال زي ما هي. ايزو الكتريكال. التي ويف الباثولوجيكال كيوز موجوده برضو زي ما هي. التي ويف تتحول الى انفيرتد تي. هي في الاول كانت ابرايت او كانت هايبر اكيوت، تبدا التي ويف تتحول الى انفيرتد تي. ممكن تبقى انفيرتد سيمتريكال انفيرتد اسيمتريكال، المهم ان هي بتتحول الى انفيرتد تي. فعلامه من علامات الايفولفنج فيز ان احنا بنلاقيها عامل كده اهو. احنا قلنا اول يوم اهو العيان معانا اهو كده، تمام؟ وادي الاس تي اليفيشن بتاعه ده اول 24 ساعه. ماشي؟ ممكن يجي معاه كيوهات او ما يجيش. حلو؟ يبقى اهو. بعدها الاس دي الاس تي ترجع ايه؟ خلاص الكيوهات جت اهي، والاس تي ترجع ايه؟ ترجع نورمال. تمام؟ يبقى ده 36 الى 48 اورز. ماشي؟ بعد كده الايفولفنج فيز ده اسمه اكيوت وده اسمه ريسنت والجاي اسمه ايه؟ ايفولفنج. الايفولفنج فيز
بعد 48 ل 72 ساعة، 3 ايام. فعلا في اليوم الثالث هتلاقي العيان حصل له كده اهو. والاس تي انا برسم واي كومبلكس اهو كده، والاس تي زي ما هي، التي ويف تبدا تبقى ايه انفيرتد. تمام، يبقى العيان ديفلوب ذا كيو ويفز، الاس تي ايزو الكتريكال. تمام، التي ويف بقت ايه انفيرتد، ايزر سيمتريكال اور نون. ماشي، وده يسموه ايفولفنج فيز. بعد كده في تيرم كلنا بنستخدمه، اولد ام اي. الاولد ام اي مش بنقول اولد الا بعد شهرين. كلمة old نقول ده العين ده old MI بعد شهرين، عشان الكاردياك هيلينج، الهيلينج اوف دي التيشوز دي بيحصل بعد شهرين، وما بيحصلش طبعا بكاردياك مصر عادية ما كناش غلبنا. تمام، بيحصل بفايبرستيشن. ماشي، فبعد شهرين بيسميه ايه old MI. بيبقى فيه STI ايزو الكتريكال ومعها باثولوجيكال كيو ويفز، والتهاب ترجع نورمال تاني زي الاول اهو، يرجع تبقى ايه اهو كده كده، والتهاب ترجع ايه ابرايت المنظر اللي كلنا بنشوفه بتاع الكيو تي الكيو الباثولوجيكال كيو ويفز. تمام، ايه مالك؟ طيب يهمنا في ايه الكلام ده؟ ليه بنقول الكلام ده؟ عشان احنا هدي استربت من اول ما شفنا الراجل، مش هنقعد ال 24 ساعه من اول ما شفنا ده. في شكرا، من اول اس تي ليفيشن. تمام، ليه بنقول هذا الكلام؟ علشان العيان بتاعنا واحنا كل يوم بنمر عليه كده بنبص على الاي سي جي بتاعه، ممكن نلاقي التشينجز دي ما حصلتش بالترتيب ده. ممكن نلاقي ايه؟ ممكن نلاقي الاس تي الايزو الكتريكال هنا دي بقت ايزو الكتريكال في الليدز دي، بس عالت في ناحيه ثانيه في الليدز اللي جنبها. هو كان واخد في 1 و2 و3 مثلا، لقينا 4 و5 كمان عيله. ثاني يوم هو عايز اوريكتيكال بس 4 و5 عيله، يسموها ايه؟ اكستندد انفاركشن. الانفاركشن بدا ياخد ليدز اوسع فيسموه اكستندد انفاركشن. او النهارده هو عايز اوريكتيكال اهو حلو، المفروض بكره يفضل عايز اوريكتيكال والتي ويف تتقلب وكده. لا، لقينا في ثالث يوم الايز اوريكتيكال دي راحت ارتفعت ثاني ري اليفيشن، فيبقى فري انفاركشن. تمام، ري اليفيشن، فالعين داخل فري انفاركشن. ماشي، بعد شهرين. ليه بنقول بعد شهرين يبقى اسمه اولد؟ عشان بعد شهرين، طول ما العيان قبل شهرين انا بدخله قسطره في اي وقت. ماشي، قسطره في اي وقت. بعد شهرين بيكون حصل الهيلينج والفايبروزيس، وممكن يحصل ريمودلنج اللي قلنا عليه من شويه، والانيوريزمال دايلاتيشن وكل القصه دي. فلو العيان عايد عدى شهرين لازم اعمل له ايه قبل القسطره؟ فيابيلتي تيست او ستريس اي سي جي على حسب الريسك ستراتيفيكيشن بتاعه. يبقى لازم اعمل له فيابيلتي تيست قبل ما ادخله ايه القسطره. ليه؟ علشان خلاص ما انا ممكن ادخله قسطره وهو دي التشو اصلا نون فيابل، نون فيابل مايكارديا، فدخله وقسطره وما حطلوش دعامه، او ادخله وقسطره واحط له دعامه ويدفع فلوس وما يستفيدش بيه. تمام، يبقى احنا في الفيزز دي بنقولها علشان نبقى عارفين، لازم ابقى عيني عارفه العيان في انه فيز منهم، علشان لو حصل ري انفاركشن، لو حصل اكستندد انفاركشن، لو حصل اي حاجه غريبه في الكورس، فابقى انا ايه عارفاه. تمام كده، بس دي حته ايه الفيز. السستيند اس تي او البرزستنت اس تي اليفيشن قلناها، اللي هي بعد ايه؟ بعد 15 يوم، ودي تقول لنا انه العيان يبقى ايه في انيوريزمال دايلاتيشن. والنبي ما تزهقوش، والنبي طب معلش يعني عشان خاطره، ها؟ وصيام بس ساعه. معلش معلش، صعبت عليا جامد على فكره يعني، بس بالمأساة يعني، هو بيقول الصيام. ماشي خلاص، اخر حاجه المانجمنت. المانجمنت نبتهج بقى عشان هي بقى ايه تلت ساعه ان شاء الله ونخلص. المانجمنت اوف، انا كاتبه مانجمنت اوف اس تي اليفيشن ام اي، بس هو مانجمنت اوف اكيوت كرين سندروم كله. الفيرست ايد مشتركه معاهم كلهم، المانجمنت اوف كومبليكيشنز مشترك معاهم كلهم، اللونج تيرم ثيرابي مشترك معاهم كلهم، يعني كلهم زي بعض فيه. الحاجه الوحيده اللي تفرق الاكيوت فيز مانجمنت، اللي هو وقت ما العيان جالنا. الاكيوت فيز مانجمنت يفرق عن هو اس تي اليفيشن ام اي او نون اس تي اليفيشن ام اي او الحاجات الباقيه.
ليه؟ علشان هندخل عين قسطره ولا مش هندخل. الانستيبل بين قسطره برضو بس مش هو البريوريتي. يعني البريوريتي عندنا الستي ايد مش هنعمل الفيرست ايد مانجمنت. بنعمل فيها خمس كلمات كلنا عارفينهم. ايه هما بقى؟ لا اوان بس ها الاكسجين هاي اكسجين والاسبرين والمورفيا والسبلينجوال نايتريت والانتي كواجيليشن. انتي كواجيليشن ما هو الهيبارين. ما هو الهيبارين ده انتي كواجيليشن ماشي. طيب نقولهم بس كده كلمتين على كل واحد. اول حاجه الفيرست ايد. اول ما العيان يقول اه يا قلبي نقول له ايه؟ خد اربعة اسبوسين ماشي. اول ما يقول قلبي نقول له اربعة اسبوسين على طول. من عندي دوز ال 81 ميلي جرام. احنا عندنا 75 ماشي شغال يعني احنا بنتصرف. وعندنا دلوقتي ال 81 افيلابل بقاله كذا سنه الالكسفارين. فاحنا ايه بنشتغل على الاربعه اربع اقراص اسبوسيد تشوبل يمضغهم ما يبلعهمش. ليه؟ علشان الابزوربشن بتاعهم اسرع. تمام. وقال لك في جايد لاينز دي بس انا ما كتبتهاش 2018 مش فاكره اخر 2018 ولا اول اخر 2018 قال لك لو العيان مش قادر يمضغ الاسبوسيد لاي سبب ما عندوش سنان تعبان اي حاجه ندخلهم ونحط. لا مش هنكسر ريكتال. قالت اديهم له ريكتال. شوف بقى وصلت لدرجه ايه. اديهم له ريكتال ليه؟ لان الاسبوسيد في الاكيوت كورونري سيندروم بيقلل المورتاليتي ريت كام؟ 22% يقلل يعني هو الواحد بيقلل المورتاليتي ريت للربع او بمقدار الربع. يعني بيقلل المورتاليتي ريت لوحده الاسبرين 22%. راسه براس مين؟ استريبت. في قال لك الاسبرين في الاكيوت فيز لو اديت للعين اربع راس اسبرين بس اكنك اديتي له امبول استريبت. تمام. يبقى الاسبرين عشان كده مهم. عشان كده قال لك لو مش قادر يمضغه ادهوله ايه ريكتال. طيب الاكسجين ثيرابي وكلنا متفقين عليه بس حصل موديفيكيشن شويه على موضوع الاكسجين ثيرابي. كنا كلنا بنفتح هاي فلو اكسجين على عيان من 5 ل 7 لتر هاي فلو على اي عيان ايه اه يا قلبي اكيد كورونري سيندروم. قال لك لا احنا مش هنعمل كده. احنا هنعمل ايه؟ هنخليها لاربع بيشنتس بس اربع انواع من العيانين اللي هنفتح لهم الهاي فلو اكسجين. مش عشان بنوفر الاكسجين لا، علشان لقوا ان الهاي فلو اكسجين ده برضو بيطلع فري راديكالز في الدم وممكن تاثر على العيان الاسكيميك وتسوق حالته. فخلينا اربع انواع بس. العيان اللي الساتوريشن بتاعه اقل من 94 تمام ها 94 والنعم 94 على جايد لاينز الامريكان هارت 94 ها. لا لا أفي كوراني سندرو 94 ماشي نوحد الكلام. يبقى العيان اللي الساتوريشن قال من 94 او جاي في بالمونري ايديما او جاي في كارديوجينيك شوك او سيانوز لاي سبب. سيانوز ده عشان هو سي او بي دي او سيانوز ده عشان هو شوك ده اي سبب. سيانوز ده او 94% او كارديوجينيك شوك او بالمونري ايديما ده اللي تحت هاي فلو اكسجين. غير كده لا. السبلينج والنيتريت ها سي او بوزن. هو سي او بوزن وجاي له ام اي ده انت فظيع يعني انت بتنتقم منه. السبلينجوال نيتريت على فكره ممكن من الاسترس. السبلينجوال نيتريت متفق عليها وورلد وايد بتتعطي ومكتوبه في الجايد لاينز وبروفد مع انها ما بتاثرش على الباثولوجي. احنا عندنا قاعده انه بتوع كارديولوجي اللي الحاجه اللي ما عندناش حاجه اسمها سيمبتوماتيك تريتمنت. احنا بندي تريتمنت افكتيف يعني ياثر لي على الباثولوجي ياثر لي على المورتاليتي ريت. يصلح الباثولوجي او بيصلح المورتاليتي ريت. تمام. احنا النيتريت لا بتصلح المورتاليتي ريت ولا بتصلح الباثولوجي بس بير ريليف فظيع. فعشان كده احنا بنديها فازو دايليتر وبتخدمنا. فعشان كده لسه متمسكين بيها وبنحبها وهيطلع لها ان شاء الله فاليو بعد كده. فهنبقى ايه هتبقى ساينتفك معانا. السبلينجوال نيتريت بنديها ازاي؟ القرص 5 مللي جرام الداينيتر 5 مللي جرام ده حطه تحت لسانه. ده دو العيان جاي في الاي ار ده احنا في الفيرست ايد او في الشارع او في البيت او بياخد منها كونسلتيشن بالتليفون. تمام. بندي له ايه؟ سبلينجوال نيتريت القرص تحت لسانه قرص في قرص في قرص ثلاث اقراص بين كل قرص والتاني خمس دقائق كلنا عارفين. بعد كده الكلوبيدوجريل
اللي هو عليك مين الاستروكا وال والبلافكس والموضوع ده بندي للعيانين بتوعنا. البروتوكول بتاعه بما يرضي الله 600 ملي جرام يعني 8 اقراص ماشي. اول ما عيان يجيله التشيست بين اتاك ياخد 8 اقراص. احنا في مصر بندي 300 بس مش عارفه ليه بس احنا بنعمل كده. لا هم يعني هم علمونا انهم بيخافوا من البريدنج فاحنا وراهم بندي 300. لو العيان ايه لو العيان مش داخل قسطره مش انا مش عارف هو بيكلمني في التليفون لو مش هقول له اطلع على مستشفى كذا قسطرك دلوقتي هديله 600. لو هقول له هقسطرك هدخله ايه على 300. بس احنا حتى من قبل الايره بتاع الاساطير دي بندي 300 شغال. طيب الاي في انتي اجليشن او الهيبرونايزيشن بتاعه العيان جاي لنا عيان خلاص هو وصل عندنا المستشفى عملنا الفيرست ايد دي كلها عايزين بس يعني يا ريت نبقى دقيقين في حته الشيست بين. العيان اللي جاي لك من بره هنساله خدت اسبسيد بره ولا لا؟ لو قال لك اه خلاص ما تديش تاني لان في ناس خد بره وياخد تاني دلوقتي زي التوكيد يعني. احنا الاي في انت بتاخد الدايناترا مش اشكال. الانتيكواجليشن بتاعه بنعملها بايه؟ بالهيبارين. بالهيبارين ايه الهيبارين اللي زمان زمان قبل ما يطلع الكليكسان في وانا تكليف كده كنا بندي هيبارين اي في شوت امبول طلع الكليكسان فبقينا بنستخدم ايه الكليكسان بس هم هنا عشان الجايد لاينز والاساطير وبتاع فبيفرقوها. بنعمل ايه لو العيان داخل قسطره دلوقتي ههبرينه بايه بالانفراكشنيتد هيبرين العادي البلدي بتاعنا اللي هو الامبول الابيض الصغير ده او البني الانفراكشنيتد هيبرين بديله ايه 70 ل 100 ملي جرام بالكي جي يعني ماكسيمم 4000 يونت اللي هو امبول حله على 5 واديله منه 4 سم. ده لو هتدخله ايه قسطره. ما هتدخلوش قسطره دلوقتي بنشتغل بالكليكسان اغلب رعايتنا ما فيهاش قسطره دلوقتي فبنشتغل بالكليكسان سبكوتينيوس. يبقى العيان جاي لنا اهو اول ما قعدنا عملنا الاربع حاجات دولت وبعدين ادينا له ايه امبول كليكسان على طول ماشي. ال 30 ملي جرام كليكسان اي في اختلف فيها وقالوا لي عليه في كذا مكان. ال 30 ملي جرام ترند طلع وما كملوش عليه تمام. ترند طلع من 2015 او حتى قبل 2015 كانوا بيدوا 30 ملي جرام اي في كليكسان وبعدين يكمل بال 80 يعني هي المفروض 1 ملي جرام بير كي جي عادي احنا ماشيين على موضوع ال 80 ده وبعد كده ايه ما كملوش عليه نون بينيفيشال فانت بتشتغل على ال 80 على طول. انا عن نفسي لما بشوف عيان ام اي لا كليكسان ولا بتاع انا بشتغل على الهيبارين البلدي حتى لو مش داخل قسطره لانه فعلا في ستادز كتيره رجعت قالت ان الكليكسان از نوت سو افكتيف از انفراكشنيتد هيبر حتى تلاقيهم في الاساطير لسه متمسكين قوي بالهيبارين البلدي بتاعنا وفي سنترز كتير بدات ترجع على يعني التامين الصحي لو الدكتور هيبه معانا في سنترز كتيره بدات ترجع على الهيبارين الانفراكشنيتد نعم بس احنا ها دوت فبس احنا خلينا ملتزمين بالجايد لاينز ما دام هي قالوا كده. في كلمتين عن الاجراستات لانه بيتقال مع الاجراستات اهو. حد هنا بيدي اجراستات؟ ها؟ اديته اجراستات؟ الاجراستات بنستخدمه مع عيانين مين؟ مع عيانين النون اس تي اليفيشن ام ار. كلنا عارفين ان عيان اس تي اليفيشن ام ار بياخد ستريبتوكاينيز او ارتابليز الناس الغنيه. النون اس تي لو خد ستريبتوكاينيز او خد الالتابليز فالبيونيتك ثيرابي هيموت. النون اس تي لو خد الالتابليز هيموت لان بتعمل نسف جوه الثرومبس نفسها فتاكلود الارتري خالص فتموت العين ماشي. يبقى النون اس تي ما بياخدش لا ستريبت ولا الالتابليز بياخد حاجه جميله اسمها اجراستات هو شكل الكلوبيدوجرين اللي بالظبط بس حقنه ماشي. ما علينا بقى من الدوز بتاعها نبقى نعرف ده الاكيوت فيز مانجمنت. الاكيوت فيز مانجمنت عندنا بيتقسم للفيرست ايد مانجمنت و الانترا هوسبيتال كورس مانجمنت ومانجمنت اوف كومبليكيشنز والادجوفنت ثيرابي. ادجوفنت ثيرابي فيرست ايد والبي سي ار فايبرونيتك ثيرابي والادجوفنت ثيرابي وتريتمنت اوف كومبليكيشن. احنا لسه في الاكيوت فيز مانجمنت خلاص خلصنا في مرحله اللي هو في الاي ار او هو لسه داخل لنا الرعايه بتاعه ايه الاربع اسبوسيد والداينايترا والسهرية دي. الدكتورة قالت مورفين بندي مورفيا للعيان بنديله من كام من 3 ل 5 ومن 2 ل 5 ملي جرام اي في علشان ايه نهدي الستريس اللي عند العيان. بعد كده هناخد القرار
احنا خلاص هو دخل وين بس جه وشفنا التوبوجرافي وشفنا كل السرايا اللي قلناها من الساعه 10 الصبح. عرفنا ان العيان كده ايه في اس تي اليفيشن ام اي دلوقتي او حتى في نان اس تي. هندخل العيان قسطره ولا هنديله فايبرينوليتك ثيرابي؟ ها انتوا تختاروا ايه؟ حسب الافيلابل. صح تمام. كان في من كام سنه كده ترند اللي هم قالوا ايه مش كل عيان ام اي يدخل قساطر دلوقتي. لا احنا ندخل العيان الموست سيريس زي عن البرادي زي عن مش عارف ايه. وكان في مدرسه ثانيه ماشيه بالتوازي مع المدرسه دي. انا كنت من تلاميذ المدرسه الثانيه اللي هي ما يعني تبعها القصر العيني. لما كان بيقول لك ايه every patient with MI is for BCI تمام. every patient with MI is for angiography ونحط له ونعمله ونكملها له BCI بعد كده. انا تبع دي وبقيت هي دي الصح دلوقتي. بقيت هو ده الصح ليه؟ لانه اوت سيفيري لوجيك. عيان جاله MI لازم هقسطره لازم مش هسيبه. كانوا زمان يعملوا ايه؟ طب خلي العيان واليكتيف وارجع اعمل له ستادي وارجع اعمله ويعدي الشهرين على العيان في ان هو بيستضي يدخله قسطره ولا لا. ما تدخله صح. فيبقى احنا الصح وده الحالي والجايد لاينز قالت every MI is for BCI. فخلاص كلام اتقتل خلاص مات. طيب اللي ما عندهمش BCI يعملوا ايه؟ يدوا فايبرينوليتك ثيرابي. يبقى انا لو في سنتر نان افيلابل ليا ان انا ادخل العيان فور ستنتنج دلوقتي او حتى فور كرينيا انجيو دلوقتي ادخله اعمل مع اديله ايه فايبرينوليتك. من ضمن نطلع كده ثانيه ونرجع تاني علشان ايه نصحصح. من ضمن البروتوكولز اللي قلت لحضراتكم امبارح ان احنا هنعملها بروتوكول ايه الستنت فور لايف القساطر صح مش قلنا كده؟ تمام. احنا عاملينها بقى عشان العيانين دول مش كلنا نشتغل قساطر في العيانين دول. العيان اللي بيجي لك في الويندو تمام جاي لك في اول 24 ساعه ما خلاص مش هتدي ستريبت انت تدخله على القسطره على طول فيما يعرف مش برايمري بي سي اي ندخله على طول ماشي مش هنقعد ايه انفستيجيت. واتفقنا مع دكتور محمد ان شاء الله لما نعمل القسطره عندكم هنا ومع كل الناس في انحاء الجمهوريه ان شاء الله هيبقى عندنا تيرشري سنتر للقساطر. المستشفى دي مثلا هي السنتر بتاع القسطره فيها القسطره وفيها اكتف تيم 24 ساعه في كونسلتنت موجود وسبيشاليست موجود وساب سبيشاليست موجود وريزيدنتس موجودين. مهمتنا ان احنا نعمل ايه ندخل العيان بتاع البرايمري بي سي اي تمام وغير مسموح احنا كاتبينها كده في المذكره العرض والبروتوكول غير مسموح لهذه المستشفى لهذا السنتر ان هو يقول نو افيلابل بيز مفيش الجمله دي. فحضرتك هيبقى عندك قسطره بيخدم عليها مبسوطه انت بالموضوع بيخدم عليها رعايه اتليست 12 سرير وعندك اكتف تيم معانا 24 ساعه مش هم عشان ما يفرهدوش ممكن يقسطروا 10 عيانين في اليوم مش هم هيبقى مثلا انتوا لحد الساعه 2 الظهر وانتوا لحد الساعه 8 بالليل والجماعه الثانيه يعني اللي مطحونين شفت المسا ده هو اللي هيطحن لان هم هيجي لهم البرايمري اكتر تمام. فعندنا هيبقى عندنا على الاقل في كل في المستشفيات اللي هي الترشري دي ان شاء الله هيبقى عندي ثلاثة تيمز لازم يبقوا اكتف وفيري كواليفايد هايلي كواليفايد كمان ودول اللي هيشتغلوا القساطر. عشان كده بقول لحضرتك الحق اعمل دبلومه البطنه عشان احنا محتاجينك. فايه يبقى عندنا الناس دي شغاله وهتدخل برايمري بي سي اي ولن تقول ابدا ان انا ايه نو افيلابل بيتز. هيبقى عندك البيتز وعندك كل حاجه واحنا اللي هنشتغل يعني مش هنجيب حد يشتغل من بره ماشي. طيب يبقى احنا واحنا بنعالج العيان ده هوت عندنا ايه يا اما بي سي اي يا اما فايبرينوليتك ثيرابي على حسب ويتش از افيلابل لينا. طب افيلابل دي بنحكمها ازاي؟ ممكن يبقى في عيان في راس البر بعد ربع ساعه تلت ساعه من هنا مستشفى راس البر ما عندهاش قسطره اقوم انا اقول له خلاص اديله فايبرينوليتك ثيرابي احوله على هنا تمام. امتى؟ ليها شروط؟ اه ليها شروط. عندنا شروط العيان اللي هيدخل قسطره. انت في راس البر هتروحي راس البر عندنا خلاص قربنا العيان اللي هيدخل قسطره. العيان اللي هيدخل قسطره عندنا حاجه اسمها برايمري بي سي اي. برايمري بي سي اي ايه البرايمري بي سي اي؟ اللي هي العيان بيدخل من الدور 2 كاس لاب تايم ويندو 60 دقيقه من اول ما دخل المستشفى
بيقول لكم عندي تشيست بين لحد ما دخلناه كاس لاب على الترابيزه هنقصره 16 مينتس 60 دقيقه فقط. لو احنا عارفين ان العيان بتاعنا يجي من راس البر لحد هنا في تلت ساعه وهيدخل والاكتف تيم قاعدين هينزلوا بسرعه في 60 دقيقه يبقى احنا هندخله وهنعمل له حاجه اسمها برايمري بي سي اي وهنحضره ازاي فيها. يبقى الانفيوجن اوفر مش عارف ايه ده دي تبع دي ايه اللي جابها هنا مش عارف. تمام قال لك ان البرايمري بي سي اي دي بتقلل مورتاليتي ريت 30% هنا في زيرو بس طاير ما اعرفش ليه بقى الباور بوينت بقى دخل في بعض. البرايمر بي سي ار بتقلل المورتاليتي ريت 30% عشان كده هي مهمه. يعني احنا لو عندنا 100 عيان هيموتوا تمام انقذنا حياه 30 منهم فده حاجه كويسه عشان كده البرايمر بي سي ار مهمه بقى 30% في الفيرست مانث. طيب لو انا نقى افيلابل ليا ان انا ادي ان انا ادخل بي سي ار دلوقتي حاجه على بعد ساعه ونص مننا قال لك اديله ستريبتوكاينيز او فايبرينيتك ثيرابي الناس بتشتغل بالالتابليز دلوقتي اديله التابليز او ستريبتوكاينيز المتوفر عندنا ماشي وحضره ان انت تنقله خلال 90 دقيقه ماشي بالذات لو الستريبت ده فيل انت ممكن تدي تمام والستريبت ده ايه يفاليو ما يشتغلش على العيان يبقى خلال 90 دقيقه هنقله فيما يعرف بالريسكيو بي سي اي المنقذه. انا اديت للعيان البرايمري دي يعني العلاج الوحيد اللي عملناه للعيان هو ده. طيب الريسكيو ما عنديش افيلابيليتي اديت ستريبت والستريبت فيلد يبقى انقله خلال 90 دقيقه من الفيلير اوف ستريبت ده اسمها ريسكيو بي سي اي. الفاسيليتيتد بي سي اي كانوا قبل كده بيعملوا حاجه اسمها فاسيليتيتد بي سي اي ولغوها ما ملهاش لازمه كانوا بيدوا ايه بيدوا حقنه ستريبت او هاف دوز ستريبت هاف دوز يدي نص امبول الستريبت وايه ويدخله على القسطره هو بيدي الهاف دوز ليه معتقدين ان احنا لما ندي الهاف دوز هتسيح الجلطه فنخش نقسطر اسهل لو ان هي بتعلي ريسك اوف بليدنج ومش مفيده للعيان ما بتغيرش المورتاليتي ريت في حاجه تمام فلغوها. الاليكتيف بي سي اي الاليكتيف اللي احنا بنعملها بمزاجنا زي الاليكتيف سيكشن كده الست حامل ونقعد نتابعها ومش عارف ايه لحد ما نحدد لها ديت ونفتحها قبل ما تدخل في الليبر. هنا عندنا العيان خلاص حصل له ام اي وخلاص ومزد مننا احنا لو فعلنا بروتوكول البرايمري بي سي اي المفروض ما يبقاش في حد مزد بس في عيان ممكن يبقى مزد انفيريور ما عرفش انتيريور اتاخر اني ادي حاجه الالكتيف دي احنا بقى بنجيب العيان ونعمل له فيابيليتي ستادي تمام ستريس اي جي وايكو وبعدين ندخله فيابيليتي ستادي نشوف هيستفيد من الدعامه ولا مش هيستفيد وندخله في الوقت اللي احنا ايه نحدده بس هو كده كده بيكون عدى الاكيوت فيز. دي انواع البي سي ايز اللي بنستخدمها اهم اثنين البرايمري ودي اللي هنشتغل عليها البروتوكول بتاعنا ان شاء الله احنا في مرحله الاعداد فيه دلوقتي هتشد حيلكم. البديل بتاعها الريسكيو تمام. لو بقى غير متاح خالص البي سي محافظه بحالها ما فيهاش بي سي او تمام نعمل ايه بقى هنضطر ندي مين الفايبرينوليتك ثيرابي بيدوا الالتابليز في امريكا وبيقولوا ان الستريبت كاينيز عندهم بقى هيستيريكال ما بيستخدموش تاريخ وانتهى بس بيقولوا هم برضو اللي بيقولوا ان وورلد وايد الستريبت كاينيز از ستيل يوزد يعني مش عندنا في مصر بس كل العالم حتى في انجلترا لسه بيستخدموا الستريبت كاينيز بس طبعا مش كتير زي عندنا. ها عارفين كلنا الستريبت والانديكيشنز والكونترا انديكيشنز بتاعته هنتكلم بس في الكونترا انديكيشنز على حته صغيره في الستريبت كاينيز او في الالتابليز الاثنين زي بعض. امتى ما اديش لعيان ستريبتوكاينيز امتى ما اديش العيان اللي عنده ستروك تمام كانوا زمان بيقولوا ايه اقل من سنه دلوقتي 6 شهور يعني عيان جاله ستروك من سنه كانوا زمان يقولوا اصبر خلي العيان سنه ما تديله لا دلوقتي 6 شهور يبقى عيان الستروك ممكن اديله خلال 6 شهور بعد 6 شهور يعني تمام. العيان اللي واخد ستريبت اقل من شهرين واخد اول امبارح ستريبت ما اديلوش النهارده واخد من شهرين ما اديلوش النهارده يقفل الشهرين ابقى اديله بعدها عشان ايه الهايبر سنسيتيفيتي. عيان السيريبرال هيموريدج لو نقطه واحده سيريبرال هيموريدج ما ياخدش خالص ده ابسوليت كونترا انديكيشن نزف مره هينزف بعد كده يبقى ايه ما ياخدش خالص لا التابليز ولا ستريبتوكاينيز العيان اللي هو ايه سيريبرال هيموريدج ات اني تايم دي 4
ماشي كده بس. دي حاجه مهمه ايه فيها الايج الايج ما عايز اقرا دي حاجه انت فاهمه بص اقرا دي لا ها 3 شهور عامل كولوستومي او عامل لا 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 خلاص عادي لا ياخد عادي مفيش مشكله ياخد مفيش مشكله ياخد خلاص هم اللي اوبريشن بيقولوا بعد 3 ويكس بس احنا يعني بنطول مده شويه لان هو يعني لا خايف برضه تمام كنت هقول حاجه بس في الموضوع ده ضاع الايج الايج مع الستريبت عشان الناس تشوف العيان عنده 70 سنه لا مش هندي عشان هو 70 سنه لا الايج شاطره الايج 75 سنه ريلاتيف كونترا انديكيشن يعني اقل من 75 ادي ايا كان حتى ريسك فاكتور 75 سنه واتس ريلاتيف كونترا انديكيشن ريلاتيف انت بتقيم حاله العيان لو 75 سنه والستروك ده من 6 اشهر بلاش عشان ده هيفرفر مننا 75 سنه ودايابيتك وان كنترولد وهايبرتنشن وان كنترولد والكلام ده كله بقى ما تديش برده حاول تدخله بقى بي سي اي ولا تتصرف معاه ماشي طيب كان في حته برده في الـ الادجوفنت فارماكولوجيكال تريتمنت احنا خلاص استرنا العيان وطلعناه من القسطره او اديناله فالبرينريتيك ثيرابي وطلعناه خلاص والعيان بقى كويس نعمل له ايه خلاص كده في ناس بتأثر العيان وايه وتقول لك ما تديلوش كان في استاذ عندك ما تديلوش انت سكيميك ميجرز لا غلط هو انت أثرته او فتحت بس ممكن يكون في اذر ليجنز اصغر ممكن الستنت دي نفسها هتتقفل تاني فاحنا محتاجين برضو هنمشيه برضو على الاسبوسيل وهنمشيه على البلافكس وهتحصل خناقه دلوقتي حالا تمام وهنمشيه على البيتا بلوكرز عادي جدا وعلى الكالسيوم او على ال الايس عادي جدا وعلى الستاتينز عادي جدا تمام هتقوم الخناقه نمشي البلافكس لحد قد ايه بعد القسطره صح شهرين هي كانت سنه ليه عيالين معينين الهاي ريسك تمام بعد كده خلوها 6 شهور بعدين 3 شهور بعدين هم شهرين الا لو العيان كومبليكيتد بحاجه فهنضطر نكمل ل 6 شهور او العيان دايبيتك بنستخدم مع الدراج اليوتينج ستنت وحتى دلوقتي بقى فيها خلاص مع كل الناس بقت بيستخدمونها دراج اليوتينج تمام هنستخدم البلافينج فات البلافينج فاتر اطول شويه مع الدراج اليوتينج ستنت تمام في عيانين عشان ما اشتغل اساسي ان شاء الله في عيانين هاي ريسك اوف ريستنت ايه اوكلوجن تتقفل عندهم الستنت بعد اسبوع تلاقي العيان جاي لك بي ام اي ثاني مين العيانين دولت العيانين اللي عندهم لونج ليجن اكتر من 15 مللي لونج ليجن ده بيبقى عرضه ان هو يتقفل العيانين اللي عندهم اوفرلاب ستنت بيركب الستنت انا كان عمي كده الله يرحمه حط له كان ليجن 23 مللي فحط له واحده 17 وواحده ايه مش عارف 8 ولا ايه عليها فعملوا له اوفرلاب ستنت بعد اسبوع بالظبط قفل تمام يبقى الاوفرلاب ستنت اللونج ليجن تمام العيان اللي هو الانكنترولد دايابيتس عيان الانكنترولد دايابيتس متوقع فيهم برضو ان هي ايه الستنت تتقفل ماشي فيبقى دول عيانين اللي عاملهم وايه وقلق عليهم اكلمه كتير واطمن عليه خلصنا كده بقينا ايه في الادجوفنت ثيرابي بقى الكلام اللي انتوا عارفينه خلاص مش هنقول عليه بقى والدوزس والبتاع انتوا عارفينها كلها مانجمنت اوف اريثميس اللي بتحصل هارت فيلير كارديجينيك شوك بريكارديال افلوجن بريكارديس العيان البوست سي بي ار العيان البوست سي بي ار ما ياخدش عيان جاي لنا باي سي تي اليفيشن دلوقتي على ما طلعنا الرعايه ارستد فاشتغلنا عليه سي بي ار بعد ما فاق وفك وحلو وطلع ومنتعش يعني واتكلمنا كل حاجه خلاص بقى مش هديله ستريت تمام ليه طول السي بي ار بيعمل بريكارديال تروما تعمل بريكارديال افيوجن لو اديت ستريبت هتعمله بهيموراجيك بريكارديوم فهنموته فده مش هنديه لذلك اول خطوه بنعملها في عيانين الاس تي اليفيشن او عيانين اكيد كورونري سيندروم الحق اسحب معامل قبل ما يقرست منك الحق اسحب معامل عشان تبقى عارف هو العيان كان ايه السي بي ار بيعلي الكاردياك انزايمز حتى التروبونينز بتعلى تمام فمش هينفع لو انا عملت سي بي ار مش العيان داخل لي اهو لسه وما عملتلوش
يعني اي كواليفيكيشن خالص ولا كشفت ولا عملت اي حاجه. لو قرست مني وعملت سي بي ار مش هعرف هو كان ايه قبل كده. فعلى طول بنرشق الكاني لو نسحب مين؟ نسحب الانزيمز. عندنا ثلاث كلمات لسه. اصبر ثلاث كلمات. معلش معلش معلش. مين العيان اللي بنعمل له ايرجنت كابج؟ اللي بنعمل له ايرجنت كابج يعني ايه ايرجنت كابج؟ وانا في القصر العيني كانوا بيعملوا كده، يدخلوا يقسطروا العيان ويطلعوا يروحوا مكلمين الكارديوثوراسيك قدامنا. كنا احنا اسم 23 وهم 24 في وشنا على طول. هي الطرقه اقل من مساحه الباب ده. ليه بقى؟ قسطر العيان وراح مكلم الكارديوثوراسيك ما عملوش حاجه ولا حط استنتات ولا اي حاجه. ليه؟ طلع العيان هاي ريسك فور ايرجنت كابج. يطلع ليفت مين ديزيز، يطلع 3 فيزلز ديزيز. تمام. وبقت الموضه اللي طالعه دي لها كذا سنه اللي عيان يبقى عنده 3 فيزلز ديزيز او 4 او 5 ويركبوا له دعامات دعامات دعامات. وكل ما يركب دعامات زياده كل ما العيان يقفل بعد شويه اكتر، بعد سنه يرجع لنا متدهول اكتر. خلاص يعني هو احنا مش اعلى من الناس اللي عملت الكلام ده. هم عملوا استاذز على مئات الالاف من المرضى ولقوا ان 3 فيزلز ديزيز از فور كابج، يبقى فور كابج. تمام. يبقى 3 فيزلز ديزيز والليفت مين ديزيز والنون ابروتشابل ليجن. يعني ايه نون او نون اكسسبل ليجن؟ انا عنده خلاص كنت كوروناري ومش عارفين نقصها، مش عارفين نحط فيها ستين، هنموت نفسنا بقى. خلاص هي از فور كابج. تمام تمام. انا ضحكت عليكم كده في حته كلتها منكم وانتم ما خدتوش بالكم. ها ايه اللي هي ايه الانزيم؟ خدنا بالنا اصلا عنه مش شايفين الانزيمز. في ثواني الانزيمز. احنا كلنا شغالين السي كي ام بي والتروبونين اي. تمام. السي كي ام بي بقى هيستوريكال عندنا كلنا خلاص، يعني ما حدش بقى بيعمل سي كي ام بي وبتاع، بقينا كلنا بنعمل التروبونين ونشوفه. الاول كان كواليتاتيف بوزيتيف اور نيجاتيف، دلوقتي بقى كوانتيتيف بعدد ويحط لك المعمل النورمال بتاعه والكلام السهريه دي. ماشي ماشي، ده حلو وشغال ومكمل معانا سنتين ثلاثه كمان جايين. امريكا ما عملوش كده، قال لك حتى التروبونين اي بتاعكم ده اللي انتوا بتعملوه يا دول يا اي كلام بقى هيستوريكال عندنا. وعملوا حاجه اسمها هاي سنسيتيف تكنيك او هاي سنسيتيف تروبونين سي اس اي. ايه الهاي سنسيتيف تروبونين سي اس اي؟ انا كتبتها هنا عشان هي كتبتها هنا عشان هي مكتوبه في الجايد لاينز الجديده، وما دام كتبت في الجايد لاينز كل الناس هتبدا تعملها وهيجيبوا الاجهزه ويبداوا يشتغلوها، فاحنا لازم نبقى عارفين ايه الموضوع قبل ما نتفاجئ بيه. الهاي سنسيتيف تروبونين سي اس اي، لقوا فيه تروبونين غير الاي في الكاردياك ماسل. هي الكاردياك ماسل هي فيها ثلاثه انواع اي و سي و اي، فلقوا ان في اي و سي و جي، فلقوا ان في تروبونين سي ده بيطلع مولكيولز كده اول ما يحصل الانجري تطلع على طول. احنا عندنا مشكله تروبونين اي ان هو بيقعد ايه ممكن صح اب تو 6 ساعات. السي كي ام بي والتروبونين اي ممكن يقعدوا لحد 6 ساعات اما يبقوا بوزيتيف او نشوفهم. لا التروبونين سي في كاركتر كده في مولكيولز اول ما يحصل الانجري مهما كان بسيط تبقى ريليزد على طول. عايزه يعني تركيش شويه معاها حاجه حساسه شويه عشان تلقطها، فعملوها تكنيك اسمه هاي سنسيتيف تكنيك. ده معمول لتروبونين سي فقط، عشان انا شفت عندنا هنا وفي ناس قالوا لي في كذا مكان ان احنا بنحب طبعا ايه نضحك على نفسنا ونجود وناخد فلوس، فعملوا المعامل عندنا بتكتب هاي سنسيتيف تروبونين اي. ما فيش الكلام ده، بتوع اللي عملوه قالوا سي، احنا بنجود بنضحك على نفسنا فما فيش، هو تروبونين سي. ايه فرقه عن التروبونين العادي بتاعنا؟ بيتعمل ازاي؟ ايه اول ما العيان جالك اهو في الزيرو اور اهو دخل، سحبنا له هاي سنسيتيف، بنكتبها كده هاي سنسيتيف تروبونين سي، سحبنا له هاي سنسيتيف تروبونين سي، نزلناها المعمل. المعمل قال لنا ايه؟ بوزيتيف. يبقى خلاص بوزيتيف واتعامل على كده. قال لنا نيجاتيف. تمام؟ نروح احنا قاعدين مستنيين قد ايه على العيان؟ 3 ساعات، لا ما 6 يبقى زي بتاعنا، مستنيين 3 ساعات. ماشي؟ ونعيده تاني. طلع بوزيتيف، شكرا، بقى ام اي ونتعامل على ذلك. طلع نيجاتيف، نستنى كمان ساعة، ساعة واحدة. تمام؟ ونسحبه تاني. طلع بوزيتيف، بقى خلاص ام اي. طلع نيجاتيف، بقى مش ام اي وخلاص بنروحه. يبقى الهاي سنسيتيف تروبونين سي بيطلع، مفروض بيطلع من اولها، من اول ما نشوف.
طلع بوزيتيف خلاص، طلع نيجاتيف 3 ساعات، طلع بوزيتيف ماشي، طلع نيجاتيف بعد 3 ساعات نستنى 1 اور ساعة واحدة وبعديها ايه خلاص ماشي. دي الحته اللي في الانزيمز الجديده اللي حبينا نقولها. يبقى احنا كده قلنا الاي سي جي وقلنا الانزيمز وقلنا الكرايتيريا وقلنا الفيرست ايد وكل الكلام، ما قلناش دراجز بقى وردوس لان حضراتكم ايه عارفينها. اخر سؤال، هو انتوا دوز تريس اي سي جي راديو اكتيف كارديو ستادي سي تي كروني انجيوغرافي انذر بي سي اي؟ انذر بي سي اي لو اتقفلت الاولانيه الاستنت الاولانيه وقلناها تمام، راجع عن المانيفيستو بتاعه وهتلاقي السي ايفيشن برضه انزيمز عاليه وكده، او مجرد شيست بين بعد القسطره ده انديكيشن ان انت تقسطر العيان تاني تمام. السي تي انجيو عشان هو موضه، حد هنا بيطلب سي تي انجيو او بيطلب منه سي تي انجيو؟ طب كويس. السي تي انجيوجرافي سي تي كرونري انجيو بيعملوه اساسا. السي تي كرونري انجيو ده هو بيصنف على ان هو مودريت تيست فور مودريت اور لو كيسز، مودريت ريسك فور مودريت probability or low probability cases. السنسيتيفيتي بتاعته والسبيسيفيسيتي بتاعته حاجه كده في الستينات الاثنين. اه انا لا سنسيتيف ولا سبيسيفيك. بيخشوا يدوروا على الكورونريز ديت فيها بليكس او لا. مشكله السيتي انجيو عشان هو عندنا هناك في بني سويف موضه وبيذبحوا العيانين فيه وهو ملوش اي 30 لازمه. بيعملوا فيه ايه؟ بيعملوا فيه ايه؟ بيدوروا على البليكس، بس ليهم شرط ان البليكس دي تكون كالسيفايد. يعني دوروا على الكالسيفيكيشنز، والكالسيفيكيشنز الوحده تاخد سكور عالي في السي تي انجيو تمام. طب والنبي لو العيان عنده كالسيفايد بليك احنا نخاف منها ليه؟ ما كالسيفايد بليك الف حمد وشكر لك يا رب، اهي رقده مرزيه في البتاع زي ما، ولا هتتعور ولا هيحصل لها ايروجنز ولا هتجيب ثرومبس ولا حاجه. كل اللي بتعمله ان هي بتضيق مجرى الدم وربنا بيطلع له كلاترالز مكانها، فشكرا. فانا ادور ليه على كالسيفيكيشن وتبقى هي المين كورنر ستون بتاعي في الموضوع ليه؟ وعشان كده هو تيست ضعيف. فبليز ما نطلبوش قوي. لو انت دلوقتي بقى تمن، لما طلع كان ارخص شويه، دلوقتي تمنه تقريبا زي تمن الساليوم ستادي. الساليوم ستادي فيري اكيوريت از اكيوريت از كورونري انجيو. يعني لك الساليوم از اكيوريت از او الفيابيلتي ستادي عموما از اكيوريت از كورونري انجيو. يعني حضرتك هتدخلي هتقسطر العيان هتشوفي هو الكورونري سليمه ولا لا، ممكن ما تقسطرهوش واعملي ساليوم هيقول لك اسكيميك ولا لا تمام. هتحتاجي القسطره بعد كده، بس احنا بنقول ستادي واحنا بندور على هو اسكيميك او نو تمام. فا اتس بيتر ان احنا نعمل العيان الهاي ريسك دايابيتيك هايبرتنسيف سموكر ميل اباف 40 الكلام، هاي ريسك نعمل له ساليوم ستادي. لو ريسك بنبتدي معاه بالستريس اي سي جي. طبعا الايكو ده ثابت معانا في الجميع. نبتدي معاه فين؟ في الستريس اي سي جي. هنطلب الستريس للعيان اللو، طلع بوزيتيف خير، طلع نيجاتيف يبقى خيرين، هيروح وخلاص ماشي. الموضة اللي كانت طالعة بتاع خلاص اخر كلمة، الموضة اللي كانت طالعة بتاعة اعمل الدياجنوستيك كورونري انجيو وبعد كده دخل العين اعمل له ايه سيراقيوتك ومستنت. هم ليه بيعملوا كده؟ عشان ياخدوا فلوس بس. لكن العلم وما يرضي الله ان انا بدخل العين مدام دخلت وهابرنت ودخلت بالواير ودخلنا البتاع وعملنا الدياجنوستيك محتاج دعاء ما احطها له ما تطلعش وتطلع العين تروحه وترجع تعمل كله ده تاني علشان تحط له الدعاء. لما انت كنت جوه الشريان طلعت ليه؟ صح. يبقى الصح الساينتفك وصح ايثيكالي وصح دينيا وصح كل حاجه ان احنا بنحط الاستنت في نفس الوقت. دلوقتي طلع قرار بيها انه ممنوع، يعني قرار من الوزيره اللي عامله القرار ده بقالها 10 شهور، ممنوع دياجنوستيك ثم ثيرابيوتيك. انت اشتغل ثيرابيوتيك على طول، ايه اللي يوجع قلبنا يعني؟ ويا ريت بيوجع قلبنا احنا بنهدر موارد وبنتعب وبنشغل تيم كذا مره. هم مبسوطين الناس اللي بيعملوا كده عشان بياخدوا فلوس، بس بنعرض العيال لريسك اوف ستروك. القسطره ممكن جدا نقسطر العيان ونفتح له كورونري ونقفل له مين؟ ال السيريبرال. ها فحرام علينا. على ذكر السيريبرال عشان هو خلاص دمه هدومه ماشي، على ذكر السيريبرال كنا لما في القصر يعني كان اساتذتنا بيشتغلوا ازاي والكتب بتكتب. عشان انا بقول لكم الكلام ده عشان ان شاء الله تفتكروني بعد سنه من دلوقتي او سنتين لما تتعمل القسطره يفتكروا اللي يعني اللي يفتكرني يدعي لي واللي ما يفتكرنيش خلاص ومحدش يدعي عليا. في القسطره ان شاء الله بعد كده
البروتوكول الصح اللي الكتاب بيكتبه واللي اساتذتنا بيشتغلوا بيه ان انا لازم ادي حقنه في الكاروتيد اول ما بيبداوا قبل ما ياثر الكورونريز بيدي حقنه فين في يبص الاول على الكاروتيدز ليه عشان لو الكاروتيد ده ديزيز بالمره وهو شغال بيجيب واحد بتاع كاروتيد يحط فيه ستنت او هو بتاع كارديولوجي لو بيعرف يحط ستنت في الكاروتيد عندنا دكتور عصام بليغ ده يعني ابويا الروحي اللي متبنيني في الكارديولوجي الراجل بيأثر كاروتيد عادي حط ستنت كاروتيد وستنت كرونر حلو قوي طلع العيان 100% سليم ليه لا ليه بقى لان انت لو اثرت الكورونري وسبت الكاروتيد ممكن الكاروتيد ده يجيب استروك بعد شويه فبالمره صح فاحنا كده في الاستنت عندنا كلمتين الكلمه الاولى مفيش حاجه اسمها دايجنوستيك سيما ثيرابيوتيك هي ثيرابيوتيك مره واحده الكلمه الثانيه يعني ربنا يكرمكم هيشتغلوا قسطره بعد كده وهتشتغلوا كلكم ان شاء الله حقنا في الكاروتيد قبل ما نقسطر مين الكورونريز والسلام عليكم ورحمه الله يلا تسلم شكرا معلش ما تزعلوش مني يا جماعه ان انا بطول بس والله لازم الكلام يتقال